بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة مع بعض موضوع اسمه دايابيتس ميليتس. والدايابيتس ميليتس هو مرض السكر. طبعا يا شباب الموضوع النهاردة مهم جدا لكذا سبب. بيجي في الامتحان في النظري، طبعا هيجي في الام سي كيو عليه اسئلة، في العملي يعني في جزء محترم من العملي عبارة عن التحاليل بتاعة السكر، كانت موجودة زمان في النظري بس هم السنة دي شايلينها من الكتاب من النظري، ده علشان هم بيجيبوها في العملي بشكل مؤكد ان شاء الله. تمام كده. المهم لحياتك، يعني انت اكيد عاجلا ام اجلا ان ما كنتش تعاملت مع مريض سكر، فانت اكيد قابلت مريض سكر، تعرف مريض سكر، هتقابل مريض سكر، فلازم تكون هتلاقيه في الحياه، فلازم تعرف ايه قصه المرض دي. تمام. طيب في البدايه يا شباب، هو ايه قصه الدايابيتس ميليتس، او يعني ايه مرض السكر ده؟ القصه كلها خلينا نفهم الجسم ماشي ازاي. حضرتك عندك عضو اسمه البنكرياس، هذا العضو مفروض ان هو بيعمل افراز لهرمون اسمه الانسولين، وهذا الانسولين وظيفته هو الهرمون الوحيد اللي هايبوغلايسيميك، يعني بينزل السكر في الدم. باقي الهرمونات هم ضد الانسولين، اسمهم انتي انسولين، هم بيرفعوا السكر في الدم. فده الوحيد اللي بيروح ياخد جزيئات السكر كده ويروح يخلي الخلايا تاخد جزيئات السكر وتستخدمها. تستخدمها يا دكتور من حرق وبناء مخزون، يعني احرق الجلوكوز وابني جلايكوجين وابني ليبيد وابني بروتين، استخدم الجلوكوز. يبقى الحكايه او القصه كلها بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي حاجه اسمها البنكرياس، هذا البنكرياس بيطلع انسولين، هذا الانسولين الهدف الاساسي منه انه يقلل السكر في الدم عن طريق انه يخلي الخلايا تاخد السكر وتستخدمه، تحرقه، تبني منه دهون، تبني منه جلايكوجين، المهم استخدم هذا السكر. طيب ايه بقى مرض السكر ده، مرض الدايابيتس؟ قال لي يا دكتور حاجه من الاثنين هتحصل. قال لي يا سيدي الفاضل، هو بدايه كده في التعريف بتاعه يقال عليه ان هو ميتابوليك ديس اوردر. يبقى انت فاهم من البدايه ان هيبقى في مشكله في الميتابوليزم، سواء كربوهيدرات او ليبيد او بروتين او الكترولايت، لان المرض ما هو الا ميتابوليك ديس اوردر، مشكله في الميتابوليزم. كاركترايزد باي ايه؟ تتصف باي ايه؟ قال لي يا دكتور هاي بلاد جلوكوز، يبقى السكر هيكون عالي في الدم، فيما يسمى هايبر جلايسيميا. رقم اتنين يا دكتور ديكريز الجلوكوز توليرانس. يعني ايه توليرانس؟ التعود، الاستخدام، الخلايا مش قادره تستخدم الجلوكوز، ما عندهاش توليرانس لهذا الجلوكوز. حضرتك بتاخد الجلوكوز وما بتستفيدش بيه، يبقى هو ميتابوليك ديس اوردر، بيتصف بحاجه اسمها زياده البلاد جلوكوز فيما يسمى هايبر جلايسيميا، او نقص الجلوكوز توليرانس، الخلايا مش عارفه تستخدم الجلوكوز. طب ليه؟ قال لي عشان يا دكتورنا الفاضل يا اما ديكريس في الانسولين سكريشن، مفيش انسولين اصلا بيطلع من البنكرياس، او ديكريس في الانسولين اكشن، الانسولين موجود ولكن الخلايا ما بتستجيبش ليه، او الاثنين مش موجود والحبه اللي موجودين الخلايا ما بتستجيبش ليه. يبقى المرض النهارده قصته ايه؟ من البدايه كده يا ابو بكر عشان نفهم، انا عندي مفروض البنكرياس، هذا البنكرياس بيطلع الانسولين، الانسولين بياخد الجلوكوز ويدخله للخلايا، والخلايا تستخدم الجلوكوز في شابتر الكربوهيدرات ميتابوليزم. طيب المرض بتاعي عباره عن ايه؟ قال لي يا دكتور الجلوكوز عالي في الدم، معنى كده ان الانسولين ما دخلوش الخلايا. طب ما دخلوش الخلايا عشان ما فيش انسولين ولا عشان موجود مش شغال؟ قال لي ده او ده. يبقى هو المرض عباره عن increase blood glucose فيما يسمى هايبر جلايسيميا. قال لي يا دكتور decrease glucose tolerance، الخلايا ما بتستجيبش للجلوكوز. قال لي يا دكتور بسبب نقص الانسولين سكريشن، الانسولين مش موجود، يعني حضرتك البنكرياس بتاعك ده بايظ فما فيش انسولين اصلا، او decrease insulin action، هو موجود ولكنه مش شغال، ليه مقاومه، حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، او الاثنين، حتى الحبه اللي موجودين مش شغال. لما جيت ابص على مرض السكر، بما انه مرض منتشر عالميا فليه تصنيفات. قال لي يا دكتور بصنفه ليه؟ ايه هي التايبس اوف دايابيتس؟ قال لي يا دكتور اول نوع اسمه تايب 1 دايابيتس، والتاني نوع يبقى اسمه ايه؟ تايب 2 دايابيتس. في نوع يا دكتور اسمه جاستيشنال دايابيتس،
وفي نوع يا دكتور اسمه secondary diabetes. واحدة واحدة. يعني ايه كلمة type 1 و type 2؟ قال لي دي مرضين السكر من النوع الاول ومن النوع الثاني، وهم يا دكتور يقال عليهم برايمري كوز. يعني ايه برايمري؟ يعني انا مش عارف سببهم، يعني هم مولودين وراثيا بيه سواء تايب 1 او تايب 2. طيب سكندري ده مرض السكر بسبب حاجه، يعني انا عندي حاجه هي اللي رفعت السكر في الدم. طب جستيشنال ده يسمى سكر الحمل، هقول لك قصته دلوقتي. يبقى انا عندي مرض السكر عباره عن نوعين اساسيين، النوع الاول والنوع الثاني، ده اللي حضرتك عارفه. وانا النهارده هقول لك في سكندري دايابيتس لو عندي مشكله هي اللي رفعت السكر، وفي جستيشنال دايابيتس حاجه اسمها سكر الحمل. طيب تعالى نفهم ايه قصه دايابيتس تايب 1 ده يا دكتور. قال لي دايابيتس تايب 1 مبدئيا كده لاسم، بس الاسم ده يعني قدم شويه، قال لي اسمه جوفينايل دايابيتس. ايه قصه جوفينايل دايابيتس ده؟ جوفينايل يا دكتور اقصد الصغيرين، لانه بيحصل للاشخاص الصغيرين غالبا، يعني غالبا المرض ده انا بكتشفه تحت سن العشرين، فسميته جوفينايل دايابيتس. ايه قصته؟ قصته يا دكتور ده طفل اتولد ما عندهوش انسولين، بس طفل اتولد البنكرياس بايظ او عنده انتي بودي اجينست البنكرياس، هو بياكل كويس، هو حياته كويسه، بس ما عندهوش انسولين. علاجه ياخد انسولين بس. يبقى قال لك طيب باندا يا دكتور اسمه كده، بس الاسم ده ادم، اسمه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. لو جيت تقراها تلاقي ادم، هو فعلا اسم ادم ما عدناش بنستخدمه. يعني ايه انسولين ديبندنت؟ يعني المرض ده معتمد على الانسولين، هو مشكلته نقص الانسولين، هو الولد ما عندوش انسولين. علاجه لايف لونج انسولين، طول ما هو عايش هياخد ايه؟ انسولين. يبقى هو مشكلته بس ان هو ما عندوش انسولين. فالانسب بتاع المرض ده بدايته بتكون يا دكتورنا الفاضل طبعا شورت، بياخد وقت صغير على ما يظهر، ورابت بيظهر بسرعه، ده بيظهر تحت سن العشرين يا دكتورنا الفاضل. قصته ايه؟ قصته ان الطفل ده هو معتمد على الانسولين. ايه السبب بتاعه؟ قال لي يا دكتور قولا واحدا موست كومن كوز اوتو انتي بودي، عنده اجسام مضاده ضد البنكرياس. يبقى هو مولود عنده خلايا مضاده بتهاجم البنكرياس بتاعه، بتدمر البيتا سيل. الولد ده ما بيتولدش عنده ايه؟ ما بيتكونش عنده ايه؟ دايابيتس. طيب قال يا دكتورنا المرض ده النسبه بتاعته كام؟ 10% من مرضى السكر هم من النوع الاول. يبقى يا دكتورنا الفاضل البرسنتج بتاعته 10% بس، يبقى ده بالتبعيه كام يا دكتور؟ 90%. تفهم ان السكندري والجستيشنال نسب لا تكاد تذكر اصلا، انا قسمتهم 10% تايب 1 و90% تايب 2. طيب يا ابراهيم لو جالك عيان تايب 1 وانت حبيت تقيس له الانسولين في الدم، هتلاقي الانسولين عامل ايه؟ هتلاقيه ايه؟ ابسنت اور لو، يعني قليل خالص او حتى يكاد يكون ايه؟ مش موجود. يبقى علاج هذا المريض قولا واحدا لايف لونج انسولين، طول ما هو عايش ياخد انسولين. خلاص كده؟ يبقى مريض تايب 1 ده طفل اتولد قال لي يا دكتور عنده اوتو انتي بودي بتضرب البنكرياتك صل، فبيظهر المرض عليه بدري تحت سن ال 20. عشان كده الناس كانوا مسمينه سكر الاطفال الصغيرين، كانوا مسمينه جوفينايل دايابيتس، او يا دكتور كانوا مسمينه حاجه جوفينايل دايابيتس، او مسمينه ادم انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. دلوقتي يا دكتور يقال عليه تايب 1، حتى انت دايما هتلاقي ناس يقول لك انا عنده سكر من النوع الاول، لا بيقول لك ادم ولا بيقول لك جوفينايل، لانه لقوا ان هو بيجي للكبار، ولو يا دكتورنا لو حصل عندي مشكله ممكن تنتجه في الكبار، فانا مش هسميه يا دكتور مش هسميه جوفينايل تاني، ولكن ده اللي في المقرر. يبقى الادم او الجوفينايل بيظهر تحت سن ال 20، قال لي يا دكتورنا الفاضل بيظهر بسرعه شورت ورابيد اونست، بيبقى فيه اوتو انتي بودي ضد البنكرياس نسبته 10% من الحالات. اسم الانسولين هتلاقيه مش موجود او نسبته قليله جدا لان البنكرياس بايظ او البنكرياس مش شغال. علاجه لايف لونج انسولين قولا واحدا. طيب تايب 2 ده يا دكتور، تايب 2 ده شخص اتولد عادي
ممكن يكون عنده جيناتيك فاكتور. يعني يا شباب بيقول لك مثلا لو في حد من الابوين عنده سكر فنسبه ان الابن يجي له سكر تقترب ل 90%، لو في حد من الابوين الاثنين عندهم سكر فالنسبه من 95 ل 100%. فهو مولود مهيئ انه يجي له سكر، مهيئ هيجي له مفروض عاجلا ام اجلا، بس هو لو ظبط حياته ممكن المرض اصلا يجي متاخر خالص من غير اعراض من غير كومبليكيشن. بس هو الشخص ده مشكلته ايه؟ كان سليم، الانكلاس بتاعه سليم، بيطلع عنده انسولين كويس، ولكنه انسان مهمل دخل في الدايليما اللي قلناها امبارح بتاعه الاوبيزيتي والفات، وبدا يحصل عنده انسولين ريزيستنس. يعني هو البنكرياس بيطلع انسولين عادي، ولكن خلايا بسبب الدهون بدا يحصل مقاومه للانسولين. هذه المستقبلات لا تستقبل الانسولين. فقال لي يا دكتورنا الفاضل، يعني الشخص ده الدم بتاعه فيه انسولين بس خلايا لا تستجيب للايه؟ الانسولين. يعني يا دكتورنا لو اديته انسولين هيخف ولا لا؟ لا، هو مشكلته مش في الانسولين، البنكرياس بيطلع انسولين، ده ممكن تلاقي الانسولين عنده عالي اصلا كمان، بس خلايا لا تستجيب للايه؟ للانسولين. فالمشكله هنا مش انسولين، فانا سميته يا دكتور نون انسولين ديبندنت دايابيتس. ندم، ده شخص كان سليم وبعدين بوظ في الاكل بتاعه فندم. قصته ايه؟ قال لي يا دكتور هو نون انسولين، المشكله مش فين؟ مش في الانسولين. غالبا بتظهر الاعراض 35 هو كاتبها لك بعد 40 سنه، ما اختلفناش كتير. طبعا معنى كده انها خدت وقت طويل يا دكتورنا الفاضل على ما الاعراض بتاعتك تظهر. 90% من الحالات هي ايه؟ تايب 1. قصه تايب 1 ايه؟ قصته يا دكتور انه عنده حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، يعني الخلايا بتاعته بقت لا تستجيب لمين؟ للانسولين. يبقى النهارده الانسولين موجود، ايفن ممكن تلاقيه عالي، ولكن حصل عنده حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، فيلير الانسولين انه يقلل البلد جلوكوز. يبقى لو جيت اقيس له الانسولين في الدم هلاقيه، وركز معايا، الشخص ده البنكرياس بيطلع انسولين يروح يدخل الجلوكوز ما يرضاش يدخل، فالبنكرياس يطلع انسولين تاني علشان يحاول يعوض الموضوع، فالبنكرياس يطلع انسولين تالت. فيا دكتور نسبه الانسولين في هذا المريض ممكن تلاقيها هاي في حاله الانسولين ريزيستنس. دكتور مريض سكر وعنده انسولين كتير؟ ما هو جسمه لا يستجيب للانسولين، هو مشكلته مش انسولين اصلا، فالبنكرياس عمال يحاول يطلع ايه؟ انسولين، لغايه ما خلايا البنكرياس يحصل لها بيرن اوت، تفرقع، تبوظ، يحصل لها اكزوستشن، فببدا الاقي الانسولين بعد كده بيرجع نورمال اور ايفن ديكريزد، بس في حالات الاستابليش دايابيتس متاخر. يعني يا دكتور في الاول البنكرياس بيحاول يعوض ويطلع انسولين، مع العمر مش قادر يواكب الاحداث، فالبنكرياس هيبوظ، فالانسولين هيرجع يبدا عنده ايه؟ يقل. انما ده من الاول ما عندوش ايه؟ انسولين. دكتور هو تايب 2 اسمه ايه؟ نون انسولين ديبند. يبقى مشكلته مش ايه؟ مش انسولين، يبقى مش هعالجه بايه؟ بانسولين. قال لي يا دكتور طيب وانا قلت لك خد وقت على ما ظهر، فلو انا اكتشفته في الاول ممكن اطلب منه اللايف ستايل موديفيكيشن. يعني بعد اذنك العب اكسرسايز، خلي الانسولين يشتغل، بعد اذنك ويت ريدكشن، قلل الوزن بتاعك علشان خاطر الاوبيزيتي، بعد اذنك ما ينفعش ده كله لايف، يعني بديله اول حاجه اكسرسايز ويت ريدكشن، ما ينفعش يا دكتورنا الفاضل ابدا اديله ميديكيشن، الادويه بتاعتي. دكتور هذا المريض بياخد انسولين ولا ما بياخدش انسولين؟ ما بياخدش انسولين، بياخد ادويه اسمها اورال هايبوغليسيميك دراجز، هناخدها في اخر الحصه. علشان بس انت من دلوقتي لاخر الحصه دماغك هتلعب فيك وانت عمال تفكر كده، على حد بيتفرج وبيذاكر بالليل بعد الساعه 12 هيقول لي يا دكتور انا عندي مغالطه علميه رهيبه هضرب بيها الحصه بتاعتك. اقول له اتفضل. يقول انا جدي كان عنده سكر وكان من النوع الثاني احنا عارفين، والدكتور اداله دواء اورال هايبوغليسيميك دراجز، ولكن بعد 10 15 سنه سكره ما كانش متظبط، فراح جاي الدكتور مديله معاه انسولين. معنى كده يا دكتور ان انا جدي كان من النوع الاول وما ظهرش الا عند سن ال 60، او جدي من النوع الثاني والنوع الثاني بياخد انسولين. هقول لك يا حبيبي بص، انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك تايب 2 مشكلته ان الانسولين عالي والخلايا لا تستجيب للايه؟ الانسولين. الانسولين تاثيره على الجلوكوز انعدم، ولكن ليه تاثيرات تانية زي انه مانع الكيتو اسيدوز هنفهم بعد شويه.
مع العمر البنكرياس هيبوظ، فالانسولين هيقل لدرجه انه ما عادش عنده انسولين ايه خالص. فيا دكتور تايب 2 ريس بعد كده مؤخرا ممكن حضرتك تديله انسولين في العلاج. هو علاجه يا ابراهيم اورال هايبوجلايسيميك دراكس، ده اللي بيقلل السكر فين؟ في الدم. طب مع العمر البنكرياس باظ، ما عادش عنده انسولين خالص. هو يا دكتور الانسولين مش كان مهم لشابتر الليبيد ميتابوليزم؟ فانا بديله شويه انسولين عشان يكفر الليبيد ميتابوليزم. هو الانسولين ما عادش شغال يا ابو بكر في ان هو يقلل السكر، ولكن شغال في انه يمنع الكيتون. فانا ممكن اديله العيان دوت مريض السكر من النوع الثاني، ببدا له علاجه بهايبوجلايسيميك. مع العمر لو الانسان ده ان كنترول، ببدا اديله شويه انسولين لما البنكرياس بيبوظ خالص. حد فاهم انا بقول ايه؟ لما البنكرياس هيبوظ خالص ممكن اديله شويه ايه؟ انسولين. دكتور عيد بقى كلام تاني من الاول، انا بتكلم على مرض اسمه ايه؟ دايابيتس ميليتس، اسمه المرض السكري. ايه قصه مرض السكر ده يا دكتور؟ قال لي هو ايه؟ ميتابوليك ديزيز او ميتابوليك ديس اوردر كاركترايزد باي ايه؟ انكريز البلاد جلوكوز او ديكريز الجلوكوز توليرانس. يبقى السكر عالي وعالي والخلايا ما بتستخدموش. قال لي بسبب ايه؟ نقص الانسولين سيكريشن او نقص الانسولين اكشن او الاثنين. ليت هنا يا دكتور. قال لي اول نوع اسمه ايه؟ تايب 1. تايب 1 قصته ايه؟ انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. قال لي ده طفل اتولد ما عندوش اصلا انسولين. قال لي يا دكتور الاعراض بتظهر امتى؟ قبل سن ال 20. الاعراض بتظهر بسرعه ولا ببطء؟ رابيد اونست، يعني بتظهر بسرعه تحت 20 سنه. السبب بتاعه ايه؟ اوتو انتي بودي ضد خلايا مين؟ البنكرياس. انما ده يا دكتور المشكله في الانسولين ولا نون انسولين؟ نون انسولين. بتظهر امتى؟ بعد ال 40، يعني خدت وقت لونج تايم. قصته ايه؟ انسولين ريزيستنس، ما عادش قادر يقلل البلاد جلوكوز. مين يا دكتور الموست كومن فيهم؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 بيمثل كام؟ 90%، وتايب 1 كام؟ 10%. قال لي يا دكتورنا تايب 1 لو جيت اقيس له الانسولين هلاقيه موجود ولا لا؟ ابسنت اور لو، بينما تايب 2 هلاقيه هاي. ليه؟ ما هو تايب 1 ما عندوش اصلا انسولين، انما تايب 2 انا بقاوم الانسولين فبيزيد. لغايه يا دكتورنا الفاضل استبلش دايابيتس هيبدا الانسولين يقل، ده مع العمر عشان البنكرياس بوظ. علاج ده يا دكتورنا ايه؟ لايف لونج انسولين. انما ده ببدا له ايه؟ لايف موديفيكيشن، اكسرسايز، بعد اذنك ويت لوس، بعد كده يا دكتور اديله ايه؟ ميديكيشن. لحد هنا في مشكله؟ طيب ايه بقى كلمه جستيشنال دايابيتس؟ يعني ايه جستيشنال دايابيتس يا دكتور؟ بيقول لك سكر الحمل، تمام؟ قال لك سكر الحمل مش معناه واحده عندها السكر وحملت، ده معناه واحده حملت وجالها السكر، بس مش معناه ان واحده حملت وجالها السكر بعد الحمل، معناه ان واحده اكتشفنا السكر بتاعها وهي حامل. واحده اكتشفنا السكر بتاعها وهي ايه؟ وهي حامل. يا ابراهيم كلمه جستيشنال دايابيتس هو عباره عن ايه؟ قال لي دايابيتس فيرست discovered during pregnancy، يبقى اثناء الحمل لقينا السكر عندها عالي، مش لا مش بعد ما حملت وولدت بكام شهر جالها السكر، ولا هي اصلا مريضه السكر وحملت، لا ده قصه ثانيه خالص. لا ده ست طبيعيه خالص بالنسبه لي، سكرها طبيعي في اول الحمل ومع الشهر السادس السابع الثامن لقيت السكر عندها عالي. طب ايه القصه؟ قال لي يا دكتور اصل البلاسينتا الهرمون، هرمونات البلاسينتا بتقلل الانسولين سنسيتيفيتي. البلاسينتا بتبدا تطلع استيرويد هرمون، الهرمونات اللي بتعمل تغيرات في جدار الرحم، هذه الهرمونات انتي انسولين، فبتبدا تقلل عندها الايه؟ الانسولين سنسيتيفيتي. فيا دكتور الست دي طبيعيه جدا عادي خالص، ولكن مشكله عندها تغيرات هرمونيه. التغيرات الهرمونيه دي خلت الانسولين مش شغال، فلاقي السكر عندها عالي في الدم. مش بس كده، هقول لك حاجه مش مكتوبه كمان، والرينال ثريشولد بتاعتها بتقل، يعني الكليه كفائتها بتقل شويه، فبدل ما كانت بتمتص سكر لحد 180 ممكن تلاقيها لحد مثلا 130 120 والسكر بيبدا ينزل في البول. القصه كلها ايه؟ قال لي يا دكتور جستيشنال دايابيتس اسمه سكر حمل. يعني ايه سكر حمل؟ ده دايابيتس فيرست ديسكفر او هايبر جلايسيميا فيرست ديسكفر ديورنج بريجننسي، قال بسبب ان البلاسينتا بتقلل الانسولين سنسيتيفيتي.
ما مصير هذه السيدة؟ قال لي يا دكتور البلاد جلوكوز غالبا بيرجع نورمال تاني بعد اسبوعين لاربع اسابيع من الدليفري. يعني بمجرد ما تولد اسبوعين لاربع اسابيع السكر بيرجع طبيعي. ولكن اللي بيجي لها سكر حمل بنسبة كبيرة جدا هيجي لها بعد كده تايب 2 دايابيتس. يبقى النهارده كلمة جستيشنال دايابيتس قصته ايه؟ ده واحدة سليمة حملت وهي حامل جيت لها السكر، على فكرة أرقام السكر في الحمل كمان متغيرة، يعني 93 ملي جرام بير دي سلتر بعتبرها دايابيتك. تمام؟ قال لي يا دكتور ليه 93؟ ليه مش 95؟ وليه مش 90؟ عشان دي ارقام الامريكان، هتلاقيهم 126 5.4 193، فهم مظبطينه 93. لو الارقام بريتش هتلاقي مثلا 90 95 100، هتلاقي الارقام كده اللي هي ارقام يعني ثابته في حاجه. فهو في الحمل في الـ في الـ في السيدات بيعتبروا مريض السكر او جستيشنال لو السكر تخطى 93. ما علينا من الحاجات دي، مش عندنا. يعني ايه كلمه جستيشنال دايابيتس؟ قال لك انا بقول لك ده دايابيتس first discover during a pregnancy. هقول لحضرتك القصه ايه، ان البلاسينتا بتقلل الانسولين سنسيتيفيتي. قال لي يا دكتور الست دي مصورها ايه؟ السكر هيرجع نورمال من اسبوعين لاربع اسابيع بعد الولاده، ولكن هي لابايل، هي جاهزه ان يجي لها سكر تايب 2. انا فاكر في البطن كان الدكتور بيقول لنا ان الحمل ده بيكشف الجسم، بيكشف البنكرياس ده هو اصلي ولا صيني معرض لمرض السكر. يعني هو ايه، حطها في ستريس واظهر هي معرضه بعد كده لدايابيتس تايب 2 ولا لا. لحد هنا في مشكله؟ صعب الكلام. يعني ايه بقى سكندري دايابيتس؟ سكندري دايابيتس ده السكر اللي هيتعالج، ده حد عنده حاجه هي اللي عامله السكر، لو انا عالجتها يرجع طبيعي. يعني ايه؟ قال لي سكندري دايابيتس يا دكتور اول حاجه بسبب سيرجيكال، بس مش هتعالج ده، ريموفال للبنكرياس. لو انا النهارده في مريض عنده بنكرياتيك الكانسر مثلا، عنده اي حاجه وانا شلت له البنكرياس، هو البنكرياس بيطلع مين؟ انسولين. فهو هيجي له دايابيتس، بس تايب 1 ولا تايب 2؟ قال لي سكندري، سكندري لكوز، في سبب هو اللي عمل له ليه المرض. يبقى سكندري بسبب ان انا شلت البنكرياس جاله يا دكتور الدايابيتس. طيب رقم 2 قال لي زياده الانتي انسولين هرمون عنده. واحد يا دكتور عنده اي تيومر بيزود الانتي انسولين، يعني عنده ورم بيطلع جلوكاجون كتير، عنده ورم بيطلع ثايرويد كتير، عنده ورم بيطلع جروث هرمون كتير، فعنده زياده في الانتي انسولين اللي هو هتضع عمل مين؟ الانسولين. او حتى هو بياخدها، يعني واحد بياخد جلوكو كورتيكويدز. الجلوكو كورتيكويدز العيانين اللي ماشيين على استيرويد، يعني انا اعرف يعني في ناس كانوا بيكلموني يقول لك ده عشان خد كورتيزول فتره طويله السكر عالي معاه. قال لي يا دكتور في مرض اسمه هيمو تروماتوزيس، او يقال عليه برونزيد دايابيتس. ايه قصه البرونزيد دايابيتس ده؟ ده اسمه ايرون توكسيسيتي. ايه قصه الايرون توكسيسيتي ده؟ الشخص عنده تسمم بالحديد، كميه الحديد عنده زياده، فمن ضمن المناطق اللي الحديد بيروح يتراكم فيها فين يا دكتورنا الفاضل؟ في البنكرياس والجلد. فلما يتراكم في البنكرياس بيضرب البنكرياس، فكميه الانسولين عنده ايه؟ بتقل. يبقى تراكم الحديد ضرب له البنكرياس فعمل له ايه؟ دايابيتس. ويروح يتراكم في الجلد يديله لون اللي هو النحاسي كده برونز، فمسمينه ايه؟ برونزد دايابيتس، لان المريض دوت عنده مشكله في البنكرياس بسبب الحديد اللي تراكم في الجلد واداله اللون الايه؟ البرونز. قال لي اخر حاجه يا دكتورنا الفاضل بعض الادويه. زي ايه؟ قال لي لو واحده بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز، يعني حبوب منع الحمل. ما هو حبوب منع الحمل هي تساوي البلاسينتا الهرمون. هو حبوب منع الحمل قصتها ايه؟ قصتها انها بتخلق كان بتهيئ الجسم ان في صوره حمل كاذب، يعني هي بتعمل تغيرات في جدار الرحم كان في حمل، فانا بديها ايه؟ البلاسينتا الهرمون. فلو واحده بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز هي بيحصل لها ايه؟ السكر ممكن يعلى، فلازم تتابع. لو واحد يا دكتورنا الفاضل بياخد سالبيوتامول، ايه السالبيوتامول ده؟
هتاخدوه في الفارما بيقول لك ادرينرجيك ريسبتور اجونيست. عارفين الادرينالين؟ خدتوا اوتونوميك؟ خدتوا اوتونوميك؟ عارفين ادرينرجيك ريسبتور؟ الريسبتور بتاعت الادرينالين لو انا اديتك دواء بيروح يشغلها يعني كانه ادرينالين. فالسلبيتامول دوت ادرينرجيك اجونيست يعني بيروح يشتغل على مين؟ على الريسبتور بتاع الادرينالين. فكاني اديت حضرتك مين؟ ادرينالين. او ادويه اسمها دايوريتكس. يعني ايه دايوريتكس يا دكتور؟ مدرات البول. افهمها بالعربي وعيد تاني من الاول. الدايوريتكس بتخلي حضرتك تفقد ميه كتير. فلما تفقد ميه كتير السكر في الدم هيتركز ولا هيتخفف؟ هيتركز. فالسكر نسبته في كل 100 مللي هيعلى ولا هيزيد؟ هيعلى وهيزيد برضه، هما الاثنين نفس الاجابه. يبقى السكر ايه؟ هيزيد. كنت اقصد هيعلى ولا هيقل؟ فالسكر ايه؟ هيعلى. يبقى كلمه الدايوريتكس معناها مدرات البول. مدرات البول هتركز الدم. هتركز الدم يعني السكر اصبح عالي فين يا دكتور؟ في الدم. فده مرض برضه بيعمل لي سكندري دايابيتس. ابراهيم واحده واحده ولا كاني قلت حاجه. يعني ايه كلمه دايابيتس؟ كلمه دايابيتس معناها ان السكر عالي في الدم. فالجسم مش قادر يستخدم السكر، يعني السكر عالي او الجسم مش قادر يستخدمه. ايه السبب اللي يخلي السكر يعلى؟ ان انا ما عنديش انسولين. فالنهارده السكر هيعلى في الدم. وايه اللي يخلي الجسم مش قادر يستخدمه؟ ان انا عندي يا دكتور فيلير في الاكشن بتاع الانسولين. يبقى يا دكتور يا اما الانسولين مش موجود، يا اما موجود وايه؟ ومش شغال، او الاثنين مع بعض. هو موجود بكميه قليله وكمان الكميه القليله دي ايه؟ مش شغاله. يبقى المرض اسمه ميتابوليك ديس اوردر. سببه ايه؟ قال لي بيحصل فيه يا اسف زياده البلاد جلوكوز. زياده البلاد جلوكوز اسمها هايبر جلايسيميا. يبقى هو ميتابوليك ديس اوردر بيحصل فيه زياده البلاد جلوكوز فيما يسمى هايبر جلايسيميا او نقص الجلوكوز توليرانس، يعني الخلايا مش قادره تستخدم مين؟ الجلوكوز. بسبب نقص الانسولين سيكريشن او نقص الانسولين اكشن اور بوث، الاثنين مع بعض مش موجود، والحبه اللي موجودين الاكشن بتاعهم ايه؟ مش شغال. قال لي يا دكتور مرض السكر في منه نوع اول ونوع تاني. ايه قصه النوع الاول؟ النوع الاول ده طفل ربنا خلقه ما عندهوش انسولين. هو اتولد ما عندهوش انسولين. يبقى هو اتولد ما عندوش انسولين، فالاعراض هتبان عليه بدري ولا متاخر يا دكتور؟ بدري. قال لي قصته هو ما عندوش انسولين. يبقى المشكله انسولين ديبندنت، معتمد على مين؟ على الانسولين. فاسمه اي دي دي ام، انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، مرض السكر اللي بسبب نقص مين؟ الانسولين. بما انه بيجي للاطفال فممكن اقول عليه جوفينايل دايابيتس. قال لي بيظهر تحت سن كام؟ 20. قال لي بينما تايب 2 ده شخص اتولد سليم معافى، مع العمر البنكرياس بتاعه باظ، او يا دكتور خلاياه بقت لا تستجيب للانسولين. فالمشكله هنا مش ان ما عندوش انسولين، المشكله ان خلايا لا تستجيب للايه؟ فاسمه نون انسولين ديبندنت، يعني مش معتمد على مين؟ الانسولين. هو معتمد على الخلايا لا تستجيب. قال لي ده يا دكتور تاج ده شخص اتولد سليم معافى، خد وقت على ما الاعراض بتظهر، فبتظهر عنده غالبا بعد سن كام؟ ال 40. قال لي يا دكتور نفضل تايب 1 مولود ما عندوش انسولين، لانه عنده انتي بودي اجسام مضاده بتضرب البنكرياس. بينما تايب 2 عنده اللي خدناه امبارح اسمه ايه؟ انسولين ريزيستنس، خلايا لا تستجيب لمين؟ انسولين. اخر كلمه قلناها امبارح ان الانسولين ريزيستنس هتدخل في دايابيتس تايب 2. قال لي يا دكتور ما الفاضل تايب 1 10% بس من مرضى السكر، بينما تيجي قدام، بينما تايب 2 بيمثل 90% من مرضى السكر، قاعده ومش شايفه وحزينه ومكتئبه، وكل ما اجي كده احس عارف بلوم وعتاب. نسبه تايب 1 يا دكتور 10%، بينما تايب 2 90%. قال لي طيب وانا انا بقول لك ما عندوش انسولين، فلما اجي اقيس الانسولين يا دكتور هلاقي ايه؟ ابسنت اور لو. بينما تايب 2 ده انا ممكن الاقي انسولين هاي، انا يا دكتور موجود ولكن لا استجيب، فبلاقي الانسولين ايه؟ هاي. ولكن مع تطور المرض الانسولين ممكن يبدا يقل، البنكرياس باظ خلاص. قال لي طيب وانا يا دكتور علاجه؟ هو ما عندوش انسولين، اديله انسولين. انما تايب 2 يا دكتور بعد اذنك حاول تلحقه. لايف ستايل موديفيكيشن، اكسرسايز، ويت ريدكشن، ما ينفعش ده كله يبدا يديله ايه؟ ميديكيشن. على فكره تايب 1 بيكون عنده فرصه بس ما بتتكررش. يعني في ناس، في حد انا اعرفه والده حد زميلنا كان جالها بدايات اسمها بري دايابيتك، ف
فالدكتور كشف عليها ولقى ان السكر في مش نورمال ومش هايبر جلايسيميك، فطبعا عملوا اكسرسايز ويت ريدكشن ومش عارف ايه ورجعت نورمال تاني. فاكتشفت ان العادات الصحيه اللي كانت عاملاها اللي كانت جايبه لها كده بعدين هي قدرت انها تعالج، فرجعت تاني تاكل وبوظ الدنيا، فدخلت في حاله بري دايابيتك تاني ورجعت بقى ما انا هعمل اكسرسايز خلاص خلاص ما حصلش ودخلت في دايابيتس تايب 2. فيا دكتور في الاول في اكسرسايز وفي ويت ريدكشن وممكن يرجع، لو ما رجعش مش هيرجع. حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني الدايابيتس لو جه مش هيخف. حتى دكاتره البطنه بيقول لك ان الدايابيتس ده بيبقى صاحب، هو لايف ستايل موديفيكيشن، ده مش مرض وهيخف، مش حاجه انا هاخد لها علاج شهر 2 3 اسبوع ويخف، لا هو خلاص حاجه هتكمل معاك، حضرتك بتبدا بقى تغير حياتك عشان تتاقلم معاها، وصاحبت السكر اي صاحبك غدرت بيه هيضيعك، ده قولا معروفا هتعرفوه بعد شويه. طيب دكتورنا عزيز ده كده تايب 1 وتايب 2. طيب يا دكتورنا الفاضل مفيش انواع تانية؟ انا سمعت عن حاجه اسمها سكر الحمل اسمها جستيشنال دايابيتس، ده يا دكتور مش واحده مريضه سكر حمل، ده واحده حملت فسكرها ايه عالي. فيا دكتور هو دايابيتس او هايبر جلايسيميا فيرست ديسكفر ديورينج ايه انا اول مره اكتشفها ديورينج ايه بريجننت. دكتور يعني افرض هي كان عندها السكر قبل كده وانا ما كنتش عارف، وبعدين ماليش دعوه بافرض والافتراضات دي ماشي، عشان السؤال ده بيجي لي كل سنه. انا ليا ان واحده شخصتها وهي حامل بسميها ايه جستيشنال دايابيتس. قال يا دكتورنا الفاضل ليه؟ علشان البلاسينتا الهرمون وهي حامل هرمونات الحمل بتقلل شغل مين؟ الانسولين. يبقى المشكله وهي ايه؟ حامل. يبقى بعد ما تولد هترجع طبيعي ولا لا؟ هترجع طبيعي. فبقول لك بعد اسبوعين لاربع اسابيع بعد الدليفري بترجع نورمال، ولكن هي لابايل اصبحت معرضه لتايب 2 دايابيتس، يبقى اللي جالها سكر في الحمل معرضه مستقبلا ان يجي لها تايب 2 دايابيتس. طب يعني ايه سكندري بقى؟ قال يا دكتور دي حاجات نتج عنها ان السكر عالي. يعني لو واحد جراحيا شلت له البنكرياس السكر هيعلى عنده، لو واحد بيزيد عنده الهرمونات الانتي انسولين سواء ورم او بياخدها من بره السكر هيعلى عنده، لو واحد عنده حديد اترسب في البنكرياس دي حاله اسمها برونزد دايابيتس، كانت عند جمال عبد الناصر بالمناسبه، هتلاقي اللون بتاعه كده كان برونزج. ليه؟ علشان الحديد مترسب في الجلد ومترسب في البنكرياس، فالحاله اسمها برونزد دايابيتس. بعض الادويه زي الاورال كونتراسبتيف بيلز، كونترا يعني ضد، سبشن يعني حمل، بيلز يعني حبوب، فاورال كونتراسبتيف بيلز على فكره بي فور بيل او سي دي اللي هو اورال كونتراسبتيف بيلز يعني حبوب منع الايه الحمل. قال يا دكتور او السالبيوتامول ده زي الادرينالين حاجه بتشتغل على الادرينرجيك ريسبتور، او الدايوريتكس لما ادر البول بخفف كميه الايه كميه السكر بركز كميه السكر فالسكر ايه بيزيد. طيب دكتور ما هو الميتابوليك تشينجز اللي بتحصل في مرض السكر؟ طبعا سؤال زي ده عيب قوي 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 ان حضرتك تحفظه، تمام؟ انا عايزك بس تشغل مخك وانت بتتكلم، ايه اللي هيحصل في الكربوهيدرات وفي الليبيد وفي البروتين وفي الالكترولايت؟ هو مريض السكر كانه ما عندوش ايه انسولين. اشرح اللي بيحصل في الفاستنج، اشرح اللي بيحصل في الفاستنج يعني ايه. يعني يا دكتور مبدئيا كده في الجلوكوز هيقل الجلوكوز ابتيك، صح ولا انا غلطان؟ الخلايا مش هتاخد الجلوكوز، ما هو انا الجلوكوز المفروض ان اغلبه بيدخل بواسطه مين؟ الانسولين. وبالتبعيه يا دكتور استنى بس استنى بس، هيقل الجلايكولي هيقل الاكسديشن بتاعه حرق، سواء يا دكتورنا الفاضل جلايكوليسيس او جلايكوجينيسيس بناء جلايكوجين او حتى لايبوجينيسيس. يبقى قال لي ايه؟ قال لي الجلوكوز ابتيك اند يوز، انا مش قادر اخد الجلوكوز ولا عارف استخدمه وما فيش انسولين، يبقى بالتبعيه مش هاخد الجلوكوز ولا هحرقه ولا هبني منه دهون ولا هبني منه ايه جلايكوجين. طب يا دكتورنا الفاضل مش بس كده، وزياده الجلوكوز اوتبوت باي ليفر، الكبد يا دكتور ما يعرفش ان في انسولين، فالكبد فاكر ان الجسم في حاله ايه فاستنج فهايبوجلايسيميا، فيبدا يصنع هو جلوكوز. ابو بكر انت متخيل انا ما باخدش الجلوكوز ولا بحرقه ولا ببني منه دهون؟ ده مش بس كده، ده انا بكون جلوكوز وارميه فين يا دكتور؟ في الدم. يعني الليفر بيعمل حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليس. دكتور
الراحه. هو وانت صايم بتعمل ايه؟ انت ما بتعملش جلايكوليسيس ولا لايبوجينيسيس ولا بتعمل جلايكوجينيس، بينما بتعمل ايه العكس؟ قال يا دكتور ببني جلوكوز جلوكونيوجينيسيس وبكسر جلايكوز. انا ما باخدش السكر اللي في الدم وبدي الدم جلوكوز، انا ما باخدش الجلوكوز اللي في الدم وبدي الدم ايه؟ جلوكوز. فبالتبعيه ايه اللي هيحصل؟ قال يا دكتور الشخص هيدخل مني في هايبر جلايسيميا، الدم بقى مسكر مليان جلوكوز، تركيز الجلوكوز فيه يا دكتور عالي، فالاسموزيس بتاعته عاليه ولا قليله؟ الضغط الاسموزي بتاعه هيبقى ايه؟ عالي. فيبدا يسحب ميه من الخلايا ويعمل ديهايدريشن، يجفف الايه؟ الخلايا. رقم 2 ينزل في البول بكميه فيما يسمى بوليوريا. تاني، انا النهارده ما باخدش السكر من الدم، فسكر في الدم عالي، ده مش بس كده، وبرمي سكر في الدم، يبقى الكبد لا بياخد سكر من الدم وفي نفس الوقت بيزود الدم ايه؟ سكر، فبيدخل في هايبر جلايسيميا، فيعمل اوزموتيك بيعمل اوزموتيك بريشر، بيعلي الاوزموتيك بريشر، فبيعمل ديهايدريشن للخلايا. ديهايدريشن للخلايا يعني بيجفف الخلايا، مش بس كده، الدم بقى كتير كتير كتير، السكر اسف بقى كتير، تخطى ال 180 هينزل في البول، يبقى هو نازل يسحب ميه فيما يسمى ايه؟ بوليوريا. مريض السكر عنده بوليوريا بوليديبسيا. يعني ايه بوليوريا؟ بيدخل الحمام كتير. يعني ايه بوليديبسيا؟ بيشرب كتير. اغلب الناس اصلا مجرد ما يلاقي نفسه بيشرب ميه كتير كده، تلاقي حتى لو في الصيف ولا حاجه يقول لك ما اروح احلل السكر لكون دخلت في مرض السكر. اصلا معتقد هم ثلاثه، بوليوريا وبوليديبسيا وبوليفيجيا، بياكل كتير وما بيشبعش، بيشرب كتير ولسه عطشان وبيدخل الحمام كتير. بوليوريا بيدخل الحمام كتير، بوليديبسيا عايز يشرب كتير، بوليفيجيا بياكل كتير. طب ليه يا دكتور بوليوريا؟ عشان السكر عالي فبينزل في البول فبيسحب معاه ميه واملاح. طب ليه يا دكتور بوليديبسيا؟ عشان سحبت الميه من الخلايا ودخلتها في حاله اسمها ايه؟ ديهايدريشن او جفاف. يبقى تاني ايه اللي هيحصل في الكربوهيدرات ميتابوليزم؟ يابا بكر ما تحفظهاش، قول لي يا دكتور انا ما باخدش الجلوكوز ولا بعمل جلايكوليسيس ولا جلايكوجينيسيس ولا لايبوجينيسيس. بين قوسين ديكريز الجلوكوز ابتيك اند يوسج، انا لا باخد جلوكوز ولا بستخدمه. اند انكريز الجلوكوز اوت بوت باي ليفر، الليفر بيعمل جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس، فالجلوكوز عمال يعلى في الدم، عمل لي هايبر جلايسيميا، سحب الميه من الخلايا، دخلني في ديهايدريشن، نزل في البول، دخل العيان ده في ايه؟ في بولي يوري. طب في الليبيد ميتابوليزم هيحصل ايه؟ فكر دقيقه. ايه دي؟ اللايبوليس بالظبط كده. قال يا دكتورنا الفاضل دقيقه واحده بتفكر فيها، انا لما بكون واكل انا ببني دهون، انا بخزن دهون صح؟ انا النهارده ما عنديش انسولين، فهيقل عندي اللايبوجينيسيس وهيزيد اللايبوليسيس. شباب كاني في حاله صيام، فانا في حاله الصيام عايز اكسر مين؟ الدهون. الدهون بتطلع يطلع منها ايه؟ فري فاتي اسيد. ما مصير هذا الفاتي اسيد؟ مبدئيا فري فاتي اسيد الكبد ممكن ياخدها ويكسرها ويطلع منها اسيتايل، والاسيتايل كوي ببني منها كوليسترول وببني منها كيتون، فالشخص ده يدخل مني في هايبر كوليستيريميا. فاكرين الهايبر كوليستيريميا من اول امبارح من اسبابها دايابيتس انكنترولد ايه؟ دايابيتس. يبقى الفري فاتي اسيد ببني منها يا دكتورنا الفاضل كوليسترول فيعمل لي هايبر كوليستيريميا، وابني منها كيتون فيعمل لي كيتو اسيدوزيس. فاكرين الكيتوزيس اول امبارح برضو كنت بقول لك سببها ايه؟ انكنترولد دايابيتس. يبقى النهارده يا دكتور الفاتي اسيد بحولها لاسيتايل كوي وابني منها كوليسترول وابني منها كيتو، فادخل في هايبر كوليستيريميا وكيتو اسيدوس. او الفاتي اسيد الليفر ياخدها ويبني منها تاج، تترمي في الدم في صوره حاجه اسمها في ال دي ال، فتعمل لي هايبر ليبيديميا او هايبر تاج. يبقى يا دكتورنا الفاضل الفري فاتي اسيد يا تتكسر لاسيتايل كوي فتعمل لي هايبر كوليستيريميا وكيتو اسيدوس، يا اما تبني لي تاج فتعمل لي هايبر تاج. هيروح جاي واحد وموقفني وقايل لي يا دكتور ما الفي ال دي ال لما تطلع الدم بتتكسر بانزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز. هقول لك اصلا اللايبوبروتين لايبيز هيقل ليه؟ لانه كان محتاج مين؟
انسولين، فيزيد عندك في الدم مين؟ بيال دي ال والكايلو مايكرو. الحاجات دي كلها مع بعض اسمها الديابيتيك ديسليبيديميا. الدهون بتزيد فين يا دكتور؟ في مرض السكر. يبقى مريض السكر السكر عنده عالي في الدم وكمان الدهون عنده عاليه في الدم. طب ليه الدهون عنده عاليه في الدم؟ عشان يا دكتور ما بيعملش لايبوجينيسيس، بينما بيعمل عمليه اسمها لايبوليسيس، فبيطلع فري فاتي اسيد بحولها لاسيتايل كوي. الاسيتايل كوي يا دكتور لو راحت اتراكمت في الليفر تعمل فاتي ليفر. طب لو الليفر حولها لاسيتايل كوي تدخلني في هايبر كوليستيريميا او كيتو اسيدوز. طب لو الليفر حولها لتاج تدخلني في هايبر تاج، تعمل مصايب. يعني هي كده كده مصيبه الفري فاتي اسيد دي. قال لي يا دكتور وده سبب الاثيروسكليروزس. مريض السكر معرض لحاجه اسمها اثيروسكليروزس. سكليروزس يعني تصلب، واثيرو يعني اوعيه دمويه. تصلب ايه؟ الشرايين. امبارح قلت لكم ان مريض الانسولين ريزيستنس غالبا بيبقى اوبيز والدهون بتبدا تزيد عنده ويدخل في هايبر ليبيديميا دايابيتس تايب 2 واثيروسكليروس. اظن الكلام كله له علاقه ببعضه. اصل السكر عالي فالدهون بدات تعلى، الدهون اللي عاليه تعمل لي هايبر كوليستيريميا وكيتون وهايبر تاج ومفيش لايبوبروتين لايبيز، فكمان كل الدهون دي فضلت عاليه فين؟ في الدم. طيب بالنسبه للبروتين احنا لسه ما خدناش شابتر البروتين ميتابوليزم، ولكن هيزيد ايه بقى؟ خلينا هيزيد ايه؟ صح كده. احنا قلنا قبل كده الانسولين هرمون هدام ولا بناء؟ بناء. كان بيبني كل حاجه الا الجلوكوز. فانا النهارده مفيش انسولين فهيزيد عندي البروتين كاتابوليزم ويقل عندي البروتين سينسز. لحد هنا في مشكله؟ فيا دكتور مريض السكر بيقل عنده حاجه اسمها الووند هيلينج، التئام الجروح. معلومة معروفة من رابعة ابتدائي، لو مريض سكر اتعور بنخاف عليه، مريض السكر ما بيدخلش عمليات خايفين الجرح ما يلمش، علشان مريض السكر معرض لالتئام بيقل عنده التئام الايه؟ جروح. ما هو التئام الجروح ده بروتينات كولاجين، وهو ما عندوش ايه؟ بروتينات. وبيزيد عنده الانفكشن. مريض السكر كان المفروض اكتر واحد معزول في فتره كان اسمه ايه؟ الكورونا. ليه يا دكتور؟ لانه معرض لعدوى كتير. ما هو الاجسام المضاده ما هي الا بروتين، وهو قال عنده ايه يا دكتور؟ تصنيع البروتين. فالشخص ده هيقل عنده التئام الجروح عشان ما عندوش بروتينات، ما عندوش كولاجين، وهيزيد عنده الانفكشن عشان ما عندوش اجسام ايه؟ مضاد. قال يا دكتور الحاله دي هناخدها بعد يوم السبت ان شاء الله ولا الحد، اسمها النيجاتيف نيتروجين بالانس. يعني مصدر النيتروجين في جسمك هو البروتين. انا هكسر بروتين فهخسر نيتروجين، فالحاله دي اسمها النيجاتيف نيتروجين بالانس. المفروض يا دكتور انك بتاخد انتاج بروتين وبتطلع اوتبوت بروتين. الانتاج مع الاوتبوت المحصله هو اللي جوه. المفروض بتاخد يوميا قد اللي بتخرجه. طب لو خدت كتير النيتروجين في جسمك هيزيد، اسمها بوزيتيف نيتروجين. طب لو طلعت كتير اسمها نيجاتيف ايه؟ نيتروجين. بفقد ايه؟ نيتروجين. يبقى يا دكتور مبدئيا الجلوكوز هيعلى ولا هيزيد في الدم؟ هيحصل له ايه؟ هيعلى. ماشي هيعلى. انا مش عارف اتلخبطت والله تاني. هيزيد يعني هيعلى ولا هيقل في الدم؟ المفروض هيعلى صح كده؟ ليه؟ عشان ديكريز الجلوكوز. اصل الكلمه منطقيه لدرجه ان انا مش عارف اقول العكس والله. والله فعلا يبقى الجلوكوز هيقل الابتيك وهيزيد الايه؟ الاوتبوت بتاعه هيطلع من الليفر، عشان يا دكتورنا الفاضل هيحصل في الليفر ايه؟ جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليس. السكر لما يكون عالي في الدم هيسحب الميه من الخلايا فيدخلها في حاله اسمها دي هايدريشن، وينزل في البول فيما يسمى بوليوريا. العيان عنده بوليوريا وبولي ديبسيا. ديبسيا يعني عطش، عطشان كتير. قال لي يا دكتور الدهون هيقل ولا هيزيد اللايبوليسيز؟ هيزيد اللايبوليس ويقل عنده ايه؟ اللايبوجينس. لما كسر الدهون هيزيد عنده فاتي اسيد. الفاتي اسيد مصيبه بما تحمله الكلمه من معنى. لو خزنتها تعمل لي فاتي ليفر، طب ولو كسرتها الاسيتايك وتعمل لي هايبر كوليستيريميا او كيتو اسيدوس، طب لو بنيت من اتاك تعمل لي هايبر تاج، طب ما التاج بيكسر باللايبوبروتين لايبيز بيقل يا دكتور عشان محتاج مين؟ انسولين. الحاجات دي كلها تعمل لي اثيروسكليروز، تصلب شرايين. طب يا دكتور البروتين هيزيد البروتين ايه؟ كاتابوليزم ويقل السنسور. انا ما عنديش اجسام مضاده يبقى هتزيد عندي الانفكشن وهيقل عنده الوند ايه؟ هيلينج. طب الالكترولايت انا يعني ايه الالكترولايت الاول؟ المعادن، المعادن الايونات. الشخص ده هيفقد صوديوم، هيفقد بوتاسيوم، هيفقد امونيا، عشان المريض ده عنده اصلا حاجه اسمها ايه؟ بوليوريا. فالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومبها تقف.
هتقف، ما خلاص ما عادش عندي. تمام؟ لا لا هتبدا الخلايا تسولنج بقى عشان كده بيبدا يدخل في اديما وخلافه. ما انا بفقد صوديوم وبفقد بوتاسيوم وبفقد امونيا اللي جايه من تكسير البروتين، فالمريض ده عنده بولي. يبقى الدايابيتس يا دكتور مش شويه سكر عاليين في الدم وبس، لا خالص، ده اكتر من كده بكتير. ده السكر عالي في الدم والدهون عليت في الدم وما عادش عنده بروتين وفقد المعادن، فبيدخل في مصايب كتيره. الاعراض بتاعته بجمعها في ثلاث كلمات: بوليوريا، بوليفيجيا، بوليديبسيا. بوليوريا يعني بيدخل الحمام كتير، بوليديبسيا يعني عطشان، بوليفيجيا يعني بياكل كتير ويا دكتورنا حاسس انه جعان لانه مش قادر يستفيد بالاكل بتاعه، لان جسمه على طول في مرحله فاستنج. في حاله ايه؟ فاستنج. مش كاتب لك اعراض، كاتب لك كومبليكيشن، كتر خيره. قال لك الكومبليكيشن بتتقسم لحاجتين، هو كتب لك ثلاثه ما اختلفناش. اول واحده اسمها ماكرو فاسكولار كومبليكيشن، الثانيه اسمها مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. واحده واحده. فاسكولار يعني ايه؟ اوعيه دمويه. لو انا ضربت الاوعيه الدمويه الكبيره اسمها ماكرو فاسكولار كومبليكيشن بسبب قولا واحدا الاثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين لو جه في الاوعيه بتاعت القلب كرونري هارت ديزيز، بتاعت الدماغ ستروك اللي هو سكته دماغيه، بريفرال فاسكولار ديزيز، هايبرتنشن، كل ده بضرب اوعيه كبيره فاسميه ماكرو فاسكولار. طب مايكرو الاوعيه الايه؟ الصغيره الكابيلر. لا 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 الاوعيه الصغيره، في حاجه اسمها اند ارتريز يعني شرايين ما بتعملش انستموزس، هي نهايتها كده انا واصل لها وعلى طول بتدخل في فين. ثلاثه ثلاثه ومش رابع. قال لي يا دكتورنا الفاضل مريض السكر بيحصل له نيوروباثي، نيفروباثي، ريتينوباثي. نيوروباثي عشان بضرب النيرفس او الـ او الـ او البلاد فيزلز اللي بتغذي الاعصاب، نيفروباثي عشان بضرب اللي بتغذي الكليه، ريتينوباثي عشان بضرب اللي بتغذي الايه؟ الشبكيه. لحد هنا في مشكله؟ يبقى انا يا دكتورنا الفاضل عندي ريتينوباثي، نيفروباثي، نيوروباثي. الترايات دي التلاته دول اسمهم مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. قال لي يا دكتور مريض السكر قولا واحدا، اي حد هتعرفه عنده سكر بعد سن معين بيبدا ايده يحصل فيها رعشه وبيبدا ياخد حبوب او الحقن اللي هي يوم بعد يوم اللي هي فيتامين بي 12، عشان فيتامين بي 12 مهم للاعصاب، لان مريض السكر بيدخل مني في حاجه اسمها ايه؟ نيوروباثي. مريض السكر قولا واحدا كل فتره بيعمل تحليل دهون، بيعمل معاها تحليل وظائف كلى، عشان السكر بيضرب ايه يا دكتورنا الفاضل؟ بيضرب الاعصاب، بيضرب الكلى. مريض السكر لازم لازم كل سنه يعمل فحص قاعين، عشان السكر قولا واحدا بيضرب الشبكيه. even if it controlled، حتى لو كان مظبوط، السكر بيضرب باي ديوريشن. يعني ايه؟ مع الزمن. يعني انا عندي قاعده او عندنا رول كده ماشيين عليه، اي مريض سكر اكتر من 10 سنين لازم يتعمل له فحص قاعين، حتى لو داخل لي زي الفل، حتى لو داخل لي 6 6 مفيش مشكله، الشبكيه ليها اطراف ممكن يكون ايه؟ ضاربها. فيا دكتور المايكرو فاسكولار دي بتيجي ويز ديوريشن، يعني العيان حتى لو متظبط بتبدا تدخل معاه، بس بتختلف الديجري بقى يعني من واحد لايه؟ من تاني، هل محتاج علاج ولا هيمشي كونزرفتيف. يبقى يا دكتور مين هم المايكرو فاسكولار؟ ثلاث كلمات، اول كلمه اسمها ايه؟ نيوروباثي، الثانيه نيفروباثي، الثالثه ريتينوباثي. طيب الماكرو فاسكولار كومبليكيشن اي حاجه ضربت اللارج بلاد فيزا زي ايه يا دكتور؟ ستروك. كلمه ستروك يعني سكته دماغيه، اشهر ثلاثه يبقوا بكر ستروك، وكرونري ارتري ديزيز اللي هو يحصل له انفاركشن يعني، واخيرا بريفرال فاسكولار. وكلمه بريفرال فاسكولار اقصد بيها اي شريان تاني. يبقى يا دكتور الشرايين الكبيره اشهر حاجه الدماغ، ستروك يقول لك جات له جلطه بسبب ستروك، او يا دكتور كرونري ارتري جات له ذبحه صدريه، او اخيرا البريفرال فاسكولار عنده ضغط بقى ولا اي حاجه. يبقى يا دكتور بضرب الشرايين الكبيره فبيحصل له ستروك، كرونري ارتري، بريفرال فاسكولار. او طب والشرايين الصغيره؟ نيوروباثي، نيفروباثي، ريتينوباثي. طب تالت حاجة ممكن تحصل لمريض السكر as a complication، ودي بقى الامرجنسي بتاعتنا، حاجة اسمها diabetic coma، ودي اكيوت، حاجة بتحصل مرة واحدة، ودي بالنسبة لي emergency، حالة طوارئ، ان مريض السكر دخل مني في غيبوبة. واضح كده؟ السكر لو عالي غيبوبة، السكر لو قل غيبوبة. يبقى يا دكتور الكومبليكيشن ماكروفاسكولار زي ايه؟ ستروك،
كرونري فاسكولار كرونري ارتري بريفرال. قال لي يا دكتور مايكرو مهمه جدا، هم ثلاثه نيوروباسي نيفروباسي ريتينوباسي، والكوما يا دكتور بتكون اكيوت وايه وامرجنسي. فاضل لي كلمه واحده بس وبعدين ناخد الكومات وخلاص كده. ايه الميكانيزم اللي بتفسر الفاسكولار كومبليكيشن؟ خد لي نفس جديد. بص يا شباب عشان بس ايه النظرات الحسره والحزن اللي في عيونكم دي، انا مش عارف دي نظرات نوم ولا نظرات حسره ولا بتحاسبينه عليا ولا ايه. بصوا هو طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان الهدف ان الدنيا احنا نكون ماشيين الدنيا بتاعتنا منظم، وان حضرتك تكون الدنيا مخففه عليك وان انت بعد كده تقعد تذاكر. فانا مش هستفيد حاجه برضو ان انا افضل كل شويه اجري بيك واوقعك مني في الطريق. فعشان كده جيت في مره قلت لك يا دكتور بعد اذنك اقعد في البيت خميس وجمعه، حاول تلم لي الليبيد صح كده، وتديك جزء للامتحان بتاعه. طيب اتفقنا ان الكربوهيدرات عدى فاحنا هنجيبه ماشي. قلت لك ان انا عندي فيه كام نقط، قلت لك فاضل لي تشيك بوينت كمان في المنهج. التشيك بوينت الثالثه الاخيره بتاعتنا هي اللي احنا فيها دلوقتي. يعني حضرتك مفروض منك مطالب منك انك تقفل شابتر الدايابيتس، مالكش دعوه باللي فات بعد كده، ولكن قفل الدايابيتس والليبيد. فنسبة كبيره بس انا هاكد عليكم بالليل برضو لما احسب، عشان انا بزعل قوي لما بدي حصه اجازه كده يا شباب. يعني ايه بزعل بصراحه، يعني انا عايز انزل اعذبكم عشان انا بنتقم منكم، يعني في بينا طار. فانا عايز اجيبكم بكره بس غالبا يعني ان شاء الله مش هناخد حصه بكره، اصل هو شابتر جديد. ناخد حصه الخميس وبعدين نفصل لحد نكمل. فبنسبه كبيره انا مش هديكم باي بكره، بس كل حاجه وليها مقابل عشان همتحنكم على شابتر الدايابيتس. واضح كده؟ يبقى انا بنسبه كبيره في تعديلين، ثلاث تعديلات هيحصلوا اللي هم ايه. التعديل الاولاني ان بنسبه كبيره حضرتك عندك امتحان دايابيتس يوم الجمعه، وان بكره مفيش حصه، وهناخد مراجعه الكربوهيدرات السبت كله، فنبدا البروتين يوم الاحد. واضح؟ بس انا هروح اشوف الموضوع ده بالنسبه لي اكسسبل في المدى الطويل ولا لا، يعني فاهم؟ ابص على جدولي الايه اللي على بعض، لان انا في الخريطه الزمنيه اللي كاتبها كاتب على الاسبوع اللي احنا فيه ده بدايه البروتين ميتابوليزم، لسه شايفها بعيني النهارده. يعني الصبح لما فكرت كده بفتح ابص على التاريخ شفت الكلمه قدامي، يعني صح ضميري شويه. يعني انا كنت من الصبح اقول لكم ان مفيش حصه بكره. فبنسبه كبيره ان شاء الله غالبا يعني باذن الله احنا بكره هناخده اجازه من بايوكيمستري، بس كل حاجه ليها مقابل يا ابراهيم زي ما اتفقنا. ايه هو المقابل بتاعك؟ ان حضرتك لازم تلم لي الدايابيتس، واللي ما لمش الليبيد الله يكرمكم على الاقل يشوفه ماشي عندك خميس وجمعه، على الاقل شوف الليبيد بس. يوم الجمعه خلص ارمي كل ده وذاكر معايا السبت الكربوهيدرات. يوم السبت حضرت الكربوهيدرات بس انسى كل اللي فات وابدا ذاكر البروتين يا باباكر. بروتين ميتابوليزم وفيتامين وجندس وجاوت بعد اذنك الحاجات دي ذاكرها اول باول، واللي فات مالكش دعوه بيه لو انت عملت اللي انا قلته لغايه دلوقتي. اتفقنا؟ حتى لو ما عملتش مالكش دعوه بيه، وابدا ذاكر في الايه في الحاجات اللي جايه عشان ما توقعهاش. اصل البروتين ميتابوليزم هم كام حمض اميني؟ 20. يا عم سيبك من الواحد ده، عندي هندرسهم واحد واحد، بيتصنع ازاي وبيكسر ازاي، فما ينفعش يتساب للاخر، لازم تمشي واحده واحده مع بعض. فاهم قصدي؟ فخلاص يا احمد اللي احنا هنتفق عليه مع بعض، امتحان الكربوهيدرات صفحه كام احنا كده؟ انت بص في الصفحه صح؟ وصلنا صفحه كام؟ يعني دي نقطه مهمه جدا. اوعى يا شباب حد يكون بيذاكر من الكتاب ومن المذكره. ماشي؟ ذاكر من الكتاب او المذكره، الاثنين زي بعض، انا مش مؤلف المنهج، انا واخد اللي في الكتاب واعمله لكم، تمام؟ ولكن انت يا ابني بتحفظ المذكره بالفوتو ميموري ولا الكتاب؟ هي اصلا بتوقعها، فما تدخلش حاجتين مع بعض. مفيش مكان لحاجه واحده عندك، انت فاهم قصدي؟ فبعد اذنك عايز اذاكر من الكتاب هو نفس الكلام، عايز اذاكر مذكره هو نفس الكلام. انا ما بدعيش ان انا مؤلف المنهج ده، المنهج ده يا شباب هو كتابكم وانا مرتبه. اللي الكتاب شاله انا شلته، اللي الكتاب حطه انا حطيته، انا ما بقولكوش ده منهج انا مؤلفه. فعايز اذاكر من الكتاب ذاكر، ما عنديش مانع، عايز اذاكر مذكره ذاكر، بس ما تلخبطش نفسك عشان دي لخبطه كلنا وقعنا فيها قبل كده على فكره في سنه اولى. وانا فاكرها نفسي انا، اقول والله العظيم بجد بجد كنت داخل بقى وكل حماس وثقه، وكان عندنا كده في مكتبه جنب مكتبه دار الكتاب الجماعي، تمام؟ كان سلمها عالي شويه عشان انا فاكر الحدث اللي حصل. خرجت اول يوم من الكليه، اول يوم في سنه اولى، اول يوم، ودخلت عند الراجل اديني كل الكتب اللي عندك، كل والله اي، جبت ام سي كيو عين شمس والقاهره واسكندريه والزازي واناتومي دكتور سامح جدوس واناتومي. وبعدين بعد ما جبتهم اتصدمت انا هشيلهم ازاي؟
تمام. كان كتير كده، كنت واخد لهم كرسيين جنبي في العربيه، فرحان قوي بقى، عارف انت الدكتور مروح النهارده بكل الكتب اللي موجوده. عايز اقول لكم الكتب لسه في البيت جديده، لو حد يعني يعرف حد عايز ياخدهم ولا حاجه ينفعني فيهم. استعمال طبيب، استعملتهم بس الطريق في الاخر ما حلتش في الكتب الزقازيق. يعني هو بيقول لي يا ابني هجيب لك ام سي كيو من الكتاب. فاكرين لما انتوا قلتوا احنا محتاجين نحل كتب ام سي كيو؟ قلت حبيبي طالما قالت لكم الكتاب هيجي منه نسبه، ما تشتتش نفسك، احفظ اول الكتاب، خلص الاول الكتاب، فاهم انا اقصد ايه؟ طب بعد كده كل ده ركنته يعني، قلت بس اما اخويا يدخل انبهه ما يستخدمهمش. خد يا ابني اللي عندك وامشي السكه ايه على بعضها. فانت عندك حاجه اعملها. انا فاكر كان في دكتور عندنا بيقول لك اهم من انك تذاكر تعرف ازاي تذاكر، تعرف ازاي تذاكر، ده قولا واحدا اهم من انك تذاكر اصلا. تلاقي واحد يقول لك ده ما بيذاكرش كتير بس بيجيب درجات، هو عارف يذاكر ازاي، فاهم؟ في موضوع التشديد ده عشان في ناس كتيره جدا برضو بلاقيها بتطلب يعني، بس اغلبهم يعني يبعت لي هي دي في الكتاب ولا مش في الكتاب، دي في المذكره ولا مش في المذكره، على الواتساب كتير جدا كده. فانا بقول لكم يا جماعه الكتاب، انا المذكره واخدها من الكتاب، انا مش مؤلف المذكره، فعايز ذاكر المذكره ذاكر، عايز ذاكر من الكتاب ذاكر، انا ما عنديش مانع، بس ما تلخبطش نفسك يا بكر، فاهم قصدي؟ عشان ما تتوهش اصلا. بس انا عارف ان احمد اصلا فاتح عد الصفحات عليا، مش فاتح حاجه تانية، بس انا ايه خدت الموضوع عشان اقول. يلا ايه بقى الميكانيزم اللي بتفسر الفاسكولار كومبليكيشن؟ خليني اقولها واعيد ده كله وبعدين ناخد الكومات وتقوم تروح. دكتور هو ليه حاصل الكلام ده كله؟ ليه الاوعيه الدمويه اصلا باظت؟ ليه الخلايا باظت؟ ليه حصل كومبليكيشن للدايابيتس؟ قال لي عندي ثلاث ميكانيزمات او ثلاثه ثيوري. اول واحده اسمها الدوز بصوي. ايه قصه الالدوز بصوي؟ كان بيقول لك يا دكتور مشكله الجلوكوز انه عالي في الدم وفي نفس الوقت عالي في الخلايا، يعني الجلوكوز انا مش عارف اتحكم فيه. فقال لك يا دكتورنا الفاضل كان بيقول الجلوكوز صايع، محدش قادر يتحكم فيه. الجلوكوز ده بيتحول لحاجه اسمها سوربيتول، يبقى بينزل شوجر الكحول. الجلوكوز بيحتاج حاجه اسمها الناد بي اتش، بنزيم اسمه ريدكتيز، ويتحول يا دكتورنا الفاضل ليه؟ لسوربيتول. ايه المشكله؟ ان السيل ميمبرين كان تبوظ سوربيتول، يبقى الجلوكوز دخل الخليه وجوه الخليه اتحول لايه؟ سوربيتول. حصل له ايه؟ اكيوميليشن، فعمل حاجه اسمها اوزموتيك بريشر، فيسحب ميه جوه الخليه فيعمل حاجه اسمها اوزموتيك دامج للخليه. تاني الجلوكوز جوه الخلايا بيتحول لسوربيتول بينزيم اسمه ريدكتيز، فلما يتحول لسوربيتول يعمل اوزموتيك دامج للخلايا، وده اللي بيفسر بعض الكومبليكيشن زي كومبليكيشن الكاتاركت. فاكرين يا اولاد لما انا شرحت لكم الميه البيضاء بسرعه كده قلت لكم قصتها ايه؟ قصتها ان السوربيتول ده عالي جوه العدسه بتاعت العين، هيسحب ميه وتبدا تتراكم في العدسه بتاعت العين. السوربيتول عالي جوه الاعصاب هيسحب ميه ويعمل نيفروباسي. السوربيتول عالي جوه البلاد فيزلز بتاعه الكدني هيسحب ميه ويدمر البلاد فيزلز. يبقى اول حاجه كلمه سوربيتول بسوي او الدوز بسوي او ريدكتيز بسوي، الجلوكوز بنزيم اسمه ريدكتيز بيتحول لسوربيتول، اكيوميليشن في التيشو، اوزموتيك دامج للخلايا، بيجمع الميه فبيدمر مين يا دكتور؟ الخلايا. طيب تاني حاجه قال لي حاجه اسمها ادفانسد جلايكيتد ان ذا برودكت. يعني ايه ذا برودكت؟ من الواضح ان دي مركبات نهائيه. قال لي يا دكتور الجلوكوز لما يكون عالي، انا بقول لك الجلوكوز صايع راح يتحول لسوربيتول وسحب ميه دمر الخلايا، الجلوكوز الصايع ده راح مسك في التيشو بروتين نون انزيماتيكالي من غير اي حاجه، شاف البروتينات الاكسترا سيلولار ماتريكس بروتين وبيسك معاها فعمل لها حاجه اسمها جلايكيشن. ما هو البروتين لما يمسك فيه السكر بيعمل له حاجه اسمها ايه؟ جلايكيشن، لانه كربوهيدرات مسك مع مين؟ مع البروتين. قال لي يا دكتور فاصبح البروتين ده ملوش اي لازمه فسميته ادفانسد جلايكيتد ان ذا برودكت، ده نهايه حياه هذا البروتين. يبقى الجلوكوز وزود انزيم بايند مع التيشو بروتين والاكسترا سيلولار ماتريكس بروتين فيعمل الاي جي اي. الاي جي اي دي يا دكتور هي اللي هتعمل اثيروسكليروزس، لان البروتينات في البلاد فيزل باظت، ورينال ديسفانكشن لان الخلايا بتاعت الكليه برضو ايه باظت. يبقى انا كجلوكوز ممكن ادخل الخلايا وجوه الخلايا
انا مش عارف اعمل جلايكوليسيز ولا جلوكوني مش عارف استخدمه، فحوله لسوربيتول. فهذا السوربيتول يسحب ميه وراه فيعمل يا دكتورنا الفاضل دامج، او يا دكتور هذا الجلوكوز يبايند مع البروتين ويعمل اي جي اي اللي هتعمل برضو دامج للخلايا. رقم 3 قال لي ممكن اقول لك في نظريه في السكر اسمها اوكسيديتيف ستريس او رياكتيف اوكسجين سبيشيز. يعني ايه شباب؟ هناخد حاجه اسمها الفري راديكال. ايه الفري راديكال دي؟ اللي هو الاتش 2 او 2 على الاساس. الاتش 2 او 2 احنا عارفين انه بيدمر الخلايا صح، بس ربنا كان حاميني منه بحاجه اسمها جلوتاثيون ونات بي اتش. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين. قال لي يا دكتور في ماده اسمها اتش 2 او 2، الاتش 2 او 2 دي المفروض انها رايحه تاكسد السيل ممبرين. الاتش 2 او 2 دي انا ممكن افصلها لاتش 2 او ويتبقى ايه؟ اكسجين. يبقى إيه اكسجين اسمها اتش 2 او 2، انا هطلع اتش 2 او ويتبقى ايه؟ اكسجين واحده. قال لي يا دكتور اثنين هيدروجين اهم واثنين ايه؟ اكسجين. طب الاكسجين دي هديها ايه؟ اثنين هيدروجين. جابهم من ماده اسمها جلوتاثيون. جلوتاثيون ده ماده عليها هيدروجين، تقوم تدي الهيدروجين بتاعتها الاكسجينه من هنا فتحولها لايه؟ لميه ويبقى ايه؟ ميه. طب الجلوتاثيون انا خلاص فقدت هيدروجين بقى اسمها جي اس بس، عايز ادي لها هيدروجين بجيبها من مين يا دكتور؟ من حاجه اسمها ناد بي اتش. طب الناد بي اتش دي اصلا جايه من مين؟ طب ما الاتش ام بي دي محتاجه مين؟ جلوكوز وانسولين. ابدا بقى من تحت، مفيش انسولين يبقى بالتبعيه ما عنديش يا دكتور ايه؟ اتش ام بي، فما عنديش جلوتاثيون، فالفري راديكال تعمل دامج للخلايا. حد فاهم الخلايا؟ وقف. طب ايه يا عم النظر؟ طيب خوفتني. يبقى النهارده يا دكتورنا الفاضل ايه اللي هيدمر الخلايا؟ ثلاث نظريات. النظريه الاولى بتقول ان الجلوكوز الصايع ده دخل الخلايا بتحول لسوربيتول، كان تباص السيل ممبرين، عمل اوزموتيك دامج، اوزموتيك دامج، سحب الميه. رقم 2 بايند مع البروتين، عمل اي جي اي فبوظ البلاد فيزلز والكيدني فيزلز. رقم 3 نقص الانسولين، قال لي نقص الناد بي اتش والجلوتاثيون فزود الاكشن بتاع الفري راديكال الاتش 2 او 2 يعني، فعمل حاجه اسمها اوكسيديتيف دامج، دمر الايه؟ الخلايا. يبقى يا دكتور بالراحه كده بالراحه احنا بنتكلم، قولوها مره وهمسح السبوره، عن مرض اسمه ايه؟ دايابيتس ميليتس. ايه قصه الدايابيتس ميليتس ده؟ عباره عن ميتابوليك ديس اوردر. تخيل مش مرض بسيط، ده ميتابوليك ديس اوردر، ميتابوليزم كله. زاد فيه يا دكتور البلاد جلوكوز، وقال لي جلوكوز توليرانس علشان يا دكتور نقص ايه؟ انسولين سكريشن او انسولين او الاثنين. عندي كام نوع من السكر؟ تايب 1 وتايب 2، وحاجه اسمها سكندري. يعني ايه سكندري يا دكتور؟ سكندري تو انذر كوز. لو انا عملت ايه؟ سيرجيكال ريموفال للبنكرياس ما عنديش انسولين، او انا باخد انتي انسولين، او يا دكتور واحد عنده هيموكروماتوز اللي هو اسمه برونزد دايابيتس الحديد اترصى في البنكرياس، او بعض الادويه زي حاجه اسمها اورال كونتراسبتيف بيلز او سالبيوتامول ده اللي هو ادرينرجيك، او يا دكتورنا الفاضل حاجه اسمها دايوريتكس مدرات البول. طب يا سيدنا الفاضل تايب 1 وتايب 2، تايب 1 عشان نمسحها هو مريض حصل عنده ايه؟ بس كده. قال لي يا دكتور فاسمه انسولين ديبندنت دايابيتس، او اسمه الثاني ايه؟ جوفينايل. بيظهر تحت سن كام؟ 20. انما ده يا دكتور عنده ريزيستنت فاسمه ايه؟ نون انسولين ديبندنت دايابيتس. بيظهر تحت فوق سن كام؟ 40. ده يا دكتور رابد، انما ده يا دكتور سلو. قال لي يا دكتورنا الفاضل ده سببه انتي بودي في البنكرياس، انما ده سببه ايه؟ انسولين ريزيستنت. ده بيظهر في كام في المية؟ بينما ده في كام في المية؟ 90%. قال لي يا دكتورنا الفاضل ايه اللي هيحصل عند ده؟ الانسولين عالي ولا قليل؟ ابسنت اور لو، بينما هنا الانسولين هاي بس بيقل بعد كده. قال لي علاج ده ايه؟ لايف لونج انسولين، بينما علاج ده ايه؟ لايف موديفيكيشن ويت. خمسه لصحتك. لحد هنا في مشكله؟ طيب ايه قصه الجستيشنال دايابيتس ده؟ هتقول لي يا دكتورنا ايه؟ فيرست ديسكفر ديورينج بريجننسي، يعني عشان خاطر البلاسينتا بتقلل انسولين سنسيتيفيتي، هترجع نورمال بعد قد ايه؟ 2-4 ويك بقى، ولكن افتر ديليفري بعد ما تولد يعني. ولكن يا دكتور هي اللابايل يجي لها مرض اسمه تايب 2 دايابيتس. مرض السكر بيعمل كومبليكيشن ثلاثه، اول واحده اسمها ماكروفاسكولار، الثانيه والثالثه اسمها كوما. كوما يعني غيبوبه. الماكروفاسكولار زي مين يا دكتور؟ ستروك، كرانيري ارتري، وبريفرال فاسكولار. الماكروفاسكولار يا دكتور قولا واحدا سببها الاثيروسكليروسس، بينما المايكروفاسكولار ثلاث كلمات حاجه اسمها
نيوروباثي نيفروباثي ريتينوباثي. طب يا دكتورنا الفاضل تعالى قول لي ايه سبب هذه الكومبليكيشن. هتقول لي اول حاجه اسمها الدوز باسوي. الجلوكوز بيتحول في التشو ليه؟ بيعدي ولا ما بيعديش سيل ممبرين؟ كانت باس السيل ممبرين فيعمل حاجه اسمها اوزموتيك، بيزود اوزموتيك بريشر فيعمل اوزموتيك دامج. الاي جي جلوكوز بيمسك مع التشو بروتين فيحولها لاي جي اي ادفانسد جلايكيتد اند برودكت فيعمل يا دكتور اثيروسكليروزس ورينال ديسفانكشن. طب اوكسيديتيف ستريس، قال لي يا دكتور بيقل عندي الانسولين فتقل باسوي اسمها فيقل ناد بي اتش فيقل اللي هما بيحموني من يا دكتور الفري راديكال فيحصل اوكسيديتيف ستريس. اشرح لي اللي بيحصل في الميتابوليزم في الكربوهيدرات، هاخد جلوكوز ولا مش هاخد جلوكوز؟ هيقل الجلوكوز ابتيك ويزيد الجلوكوز اوتبوت، يبقى انا ما باخدش جلوكوز من الدم وبرمي للدم ايه؟ جلوكوز، فادخل في حاله اسمها هايبر جلايسيميا فتعمل لي دي هايدريشن، فالعيان يبقى عنده بولي يوريا وبولي ديبسيا. رقم اثنين في الليبيد يا دكتور، نهبني ولا هكسر ليبيد؟ هكسر ليبيد فيما يسمى ايه؟ لايبوليت، فيطلع لي فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد لو اتخزنت في الليفر تعمل فاتي ليفر، ده يا دكتور اتحولت لاسبايركوي تعمل هايبر كوليستيريميا وكيتو اسيدوس. طب لو حولتها لتاك تعمل هايبر ليبيديميا هايبر تاج. طب يا دكتور لايبوبروتين لايبيز موجود ولا قليل؟ قليل، فيزيد الفي ال دي ال ويزيد الكايلو مايكرو، الحاجات دي كلها تعمل اثيروسكليروز. طب يا دكتورنا الفاضل البروتين، هيزيد البروتين كاتابوليزم ويقل البروتين سينسز، الوند هيلينج هيحصل فيه والانفكشن. طب والالكترولايت هفقدها ولا لا؟ هفقدها فيدخل عنده ايه؟ بولي يوريا. فاضل لي يا دكتورنا الفاضل ما هي الكومات، سواء هايبوجلايسيميك كوما او هايبر جلايسيميك كوما، هناخدها مع بعض وتقوم تروح. هناخد يا شباب اهم كومبليكيشن في موضوع الدايابيتس اسمها الدايابيتيك كوما. طيب ايه بقى قصه الدايابيتيك كوما؟ قال لي يا دكتورنا الفاضل لو السكر عالي في الدم اسمها هايبر جلايسيميك كوما، ولو السكر قل في الدم اسمها هايبوجلايسيميك كوما. يبقى انا عندي هايبر جلايسيميك كوما يعني كوما سببها ان السكر عالي، وهايبوجلايسيميك كوما كوما سببها ان السكر قل. قال لي يا دكتورنا الفاضل الهايبر جلايسيميك حاجتين، واحده اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، يبقى الشخص ده عالي عنده السكر والكيتون، والتانية اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك نون كيتوجينيك كوما. ايه يا دكتور الكلام ده؟ خلينا ناخدها واحدة واحدة مع بعض. دكتورنا الفاضل يعني ايه الدايابيتيك كيتو اسيدوس؟ قال لي الدايابيتيك كيتو اسيدوسس، قبل ما نقول اي كلام تعال احكيها لك بالعربي. يا دكتور من الحاجات اللي بتعمل سمعه للدكتور لانها حاله تبدو صعبه جدا ولكن علاجها سهل، ولكن لو ما لحقتهاش تحصل فيها مصايب. ده مريض تايب 1. طيب فان ده اللي هو انسولين ايه؟ ديبندنت، مفروض ان هو عنده سكر بس ما عندوش انسولين، فعلاجه انه بياخد ايه؟ انسولين. فالواد ده من يوم ما اتولد ما يعرفش ان عنده سكر، ما يعرفش ان عنده سكر، فمن يوم ما اتولد ما بياخدش انسولين. فالواد ده غالبا رفيع لانه من يوم ما اتولد جسمه عمال يكسر في الدهون ما بيكسرش جلوكوز، ومره واحده وهو بيلعب الواد ده يقع يدخل في غيبوبه. قصه فين؟ مش ان السكر عالي عنده قوي، السكر ممكن تلاقيه 250 300، قصة ان الكيتون عالي عنده قوي. حد فاهم انا بقول ايه؟ الطفل ده جسمه عمال يحرق دهون، عمال يطلع فري فاتي اسيد، عمال يبني منها كيتون، عمال يدخل في كيتو اسيدوزس. لو فاكرين يا اولاد في الكيتون قلت لك ان الكيتون بيعمل اسيدوزس، والاسيدوزس بتاثر على البرين. فمشكله الولد ده يا دكتور مش ان السكر عالي، مشكلته ان الكيتون ايه؟ عالي، لدرجه ان انا سميت الكوما كيتو اسيدوز، ولدرجه ان انا سميت الثانيه نون كيتوجينيك عشان اقول لك ان ما فيهاش ايه؟ كيتو. يبقى يا دكتور قصه الدي كي ايه؟ الدي كي ايه ده يا دكتورنا الفاضل غالبا كومن في تايب 1. ولاد مش اسمها كيتون اخرها كلمه 1، فغالبا يا دكتور كومن في تايب كام؟ كومن في تايب 1. طيب ايه القصه في تايب 1؟ قال لي يا دكتورنا الفاضل السبب بتاعها حاجه اسمها بور تريتمنت. ما هو يا دكتور هتيجي لواحد من الاثنين، واحد ما كانش يعرف، وغالبا اكتشاف مرض 1 تايب 1 بيجي بالطريقه دي، يا اما واحد مهمل ما بياخدش الانسولين بتاعه فجسمه عمال يحرق دهون، عمال يطلع عنده كيتون، فالكيتون هتعلى. يبقى السبب بتاع الكوما عند الشخص ده قولا واحدا الكيتو اسيدوزيس.
وليست الهايبر جلايسيميا. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده مريض تايب 1 ما عندوش الانسولين وما بياخدش العلاج، يبقى السبب بتاعي البور تريتمنت. البور تريتمنت ما باخدش علاج، فجسمي عمال يحرق دهون، عمال اطلع كيتون، فالسبب بتاعي حاجه اسمها ايه؟ كيتو اسيدوس. طب ايه يا دكتور اللي يعمل بريسيبيتيشن لهذه الحاله؟ ايه اللي يزود ايه اللي يظهر العرض عنده؟ قال لي يا دكتور ان هذا المريض يدخل مني في انفكشن او ستريس، عشان هرمونات الاستريس يا دكتور انتي انسولين، فالاعراض هتزيد عنده اكتر، السكر هيعلى وكذلك الكيتون. يبقى يا دكتور نديك ايه قصته؟ ايه ده كمان في تايب 1، ده شخص بور تريتمنت. قال لي يا دكتور انا فاضل، فبدا يحرق كيتون، فدخل مني في حاله اسمها كيتو اسيدوزيس، وهو ده سبب الكوما. قال لي يا سيدي الفاضل اللي يزوده انفكشن او ايه؟ او ستريس. العيان ده هيدخل عليك الاستقبال، اول ما تبص طبعا داخلين بيه وفاكرينه ميت والواد مغمى عليه ومش عارف ايه. طبعا اول حاجه كاتبها دي غبيه قوي، تقول لك هتلاقي ان الشخص عنده هايبر جلايسيميا، السكر عنده في الدم هتلاقيه ايه؟ عالي. ولكن الكلمه المهمه عنده كيتو اسيدوزيس. دكتور يعني ايه كيتو اسيدوزيس؟ يعني دي كلمه انت كاتبها لي، انا هعرف منين ان المريض بتاعي عنده كيتو اسيدوزيس؟ ماشي بس مش لسه هعمل له. قال لي يا دكتورنا الفا طبعا بي اتش ده قولا واحدا صح، هتعمل له حاجه اسمها ارتيريال بلاد جاز، ولكن عندنا في البايوكيمستري هقول لك هلاقي الاسيتون سميل في الريسبيريشن بتاعه، في النفس بتاعه، في البريس بتاعه. لما يجي يتنفس يا دكتورنا الفاضل هشم ريحه الايه؟ الاسيتون، بيقول لك ريحه التفاح البويز. رقم اتنين، والاقي هذا الكيتون في اليورين بتاعه. ما هو الكيتون يا دكتور ووتر سوليبل، فبينزل فين؟ في اليورين. يبقى لو خدت منه عين، طبعا الدم هو الاوقع بس انا بتكلم في المكتوب، في اليورين هتلاقي الكيتون عالي، والنفس هتلاقي ريحته ايه؟ اسيتون. والواد ده نفسه هيبقى سريع ولا بطيء؟ قال لك رابيد ديب ريسبيريشن. ليه ليه ليه؟ هو عنده اسيدوزس، السي او2 جوه ايه؟ عالي، فالريسبيراتوري سنتر بيخليه يتنفس بسرعه عشان يطرد احماض. ما هو السي او 2 دي ايه؟ احماض. قال لي يا دكتور الاسيدوزيس هتزود الريسبيراتوري سنتر، فلما يزيد عنده يا دكتور هيحصل له ديب رابيد اكسبيريشن، عشان يعمل اكسباير لمين يا دكتور؟ للسي او 2. واضح؟ فتلاقيهم داخلين عليك بعيان، العيان مريض سكر، العيان تلاقي عنده ريحه النفس بتاعه ريحه تفاح بايظ، ريحه اسيتون، وبيتنفس بسرعه وديب، يبقى رابت وديب ريسبيريشن. لحد هنا في مشكله؟ طيب قال لي يا سيدي الفاضل هتيجي تحس البلس بتاعه هتلاقي طبعا لو بلاد بريشر، الدم عنده قليل. ما هو الواد ده داخل في اوزموتيك دايوريسيس، فضى كل اللي جواه، الاوزموزيس دخله في بوليوريا، كلمه اوزموتيك بسبب دايوريسيس يعني تبول، ففضى كل السوائل اللي ايه؟ اللي جواه، يعني هلاقيه ديهايدريتد. يعني يا دكتورنا دي كلمه مهمه جدا، ايام البطنه كانوا بيقولوا لنا بتفرق ازاي الكوما دي هايبر ولا هايبو؟ عيان الهايبر يا دكتور بيكون جفاف، انما عيان الهايبو هتلاقيه بيعرق، بيكون عنده عرق، تمام؟ انما ده اللي هي عنده ايه؟ جفاف، تمام؟ سكين تراجر، تيجي تمسك الجلد ما يطلعش معاك عشان الشخص ده طالع في ايه؟ في جفاف. يبقى المريض النهارده قصته ده تايب 1، ده بور تريتمنت، ما بياخدش ليه؟ هو المريض بيجي مغمى عليه صح؟ اه طبعا اسمها كوما. ازاي بيتنفس؟ ايه؟ ما هو المغمى عليه هو عايش ما ماتش، يعني بيغمى عليه ده هو فقد الوعي، انما فقد التنفس يبقى فقد الحياه، بيكون بيتنفس عادي. فاهم؟ لا ما... لا عادي، هو مغمى عليه والنفس بتاعه الشاست بتاعه بيطلع وينزل بسرعه والريحه طالعه، فاهم قصدي؟ مغمى عليه يعني الكونشس ليفل بتاعه مش موجود، هو مش سامعني، مش بيتجاوب معايا، انما عايش، عنده ضغط وعنده نبض وعنده نفس وعنده كل حاجه عادي جدا، فاهم قصدي؟ انا والله مره كلموني عشان واحد ايام ما كنت لسه ما اتخرجتش، يعني تعالى شوف الراجل مات، تمام؟ وانا خدت السماعه بتاعتي ونزلت، يعني مش يعني اعمل ايه حتى لو كده، بريكنج باد نيوز جايبيني انا ليه؟ فنزلت لقيت الراجل بيتنفس،
طب هم ليه ازاي قالوا ان هو مات؟ يعني كان بيعمل كده. طبعا قلت لهم اطلبوا لي الاسعاف بسرعه وخلاص يعني ايه، وخلعت من الحوار. فهو الفكره كلها ان كلمه يعني اللي تخليك تقول ان مات انك تحس ان هو فقد النفس شويه يعني، فاهم؟ انما 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 في كوما بيتنفس عادي وبيتنفس بسرعه كمان، ده انت بتفرقه عن التاني اللي هتلاقي النفس بتاعه بطيء. تمام، هقول لك حاجه بسيطه يعني، يعني هتاخدوا حاجه اسمها بيزك لايف سبورت، ده بره الكلام ده كله خالص. لما تلاقي عيان مرمي على الارض تمام وانت ماشي في الشارع، ايه اول حاجه بتعملها؟ ايه؟ لا بتنادي الناس طبعا، بتشاوت، بتزعق. ده على فكره ده فعلا يعني هو اول حاجه شاوت عشان ما حدش يقول لك انا شايفك وانت بتضربه بعصايه الاوكي. لازم تزعق وتنادي الناس حواليك، ده رقم واحد، ده فعلا ده فعلا. بعد كده بتسيف نفسك ما تنقذوش، شايف ان هو في نص الطريق تدخل تنقذه، تيجي عربيه تاخدكم انتوا الاثنين. وبعد كده يا استاذ بتزعق فيه جامد، تتاكد هو صاحي ولا نايم، وتحس بالنفس بتاعه، فاهم قصدي؟ فيا دكتور النفس ده يدل ان هو عايش، ملوش علاقه بكوما ولا لا، فاهم؟ بزعق ابراهيم الاول عشان ما تلبسش القضيه. يبقى اول حاجه قصه الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس، اول حاجه دي بتحصل في تايب 1 مور كومن، بس ممكن تحصل لان كنترولد تايب 2 وارد جدا، انما هي كومن في تايب ايه؟ تايب 1، مش 1 مش حصريه على 1. قال لي يا دكتور بس مور كومن في تايب 1. قصته يا دكتور ان العيان ده بور ايه؟ تريتمنت، فدخل مني وده سبب الكوما قولا واحدا. اللي هيزودها ايه؟ انفكشن او استرس. العيان ده داخل لي هايبر جلايسيميا كيتو اسيدوز، عرفتها من ريحه النفس بتاعه، لقيته اسيتون سميل، ولقيت الكيتون فين؟ في اليورين، ولقيت عنده اسيدوز. اسيدوز زودت النفس لانها زودت الريسبيراتوري سنتر، فكلمتين مع بعض ديب رابيد ريسبيريشن. البلاد بريشر بتاعه ايه؟ لو، وتلاقي البلس بتاعه شالو رابيد، يعني انت بتحس مش هتحس النبض، يعني انت تحسه كده تحسه خفيف شويه وماشي بسرعه. تمام، لان يا دكتور كميه الدم بقت قليله فبتمشي بسرعه، يعني عايزه تعوض الكلام ده كله، فهي رابيد بس في نفس الوقت شالو، انت مش قادر تحسه لان كميه الدم بقت قليله عشان حصل له كلمه واحده ايه؟ ودي اخطر حاجه. تخيل ان انا مشكلتي كلها في ايه؟ في الدي هايدريشن هي اللي دخلته في الكوما. طيب ايه بقى قصه الهايبر اوزمولار هايبر جلايسيميك الاتش اتش نون كيتوجينيك؟ قال يا دكتور دي مور كومن في تايب 1، مريض تايب 1 ان كنترولد غالبا اولد ايج، عنده حاجه قللت الفلويد انتيك، يعني واحد عنده فومتنج او عنده ديسابيليتي، ده مريض سكر من النوع الاول، ما بياخدش سوائل كويس، من النوع التاني ما بياخدش سوائل كويس، وبور تريتمنت برضه، ما خدش العلاج بتاعه. السكر عنده عالي لدرجه انه ممكن يتجاوز ال 700. السكر عالي جدا. ليه؟ ليه؟ اولا هو ما بياخدش العلاج، ثانيا هو بيفقد السوائل. قلت لك فقدان السوائل هيخلي السكر ايه؟ يتركز. فنسبه السكر عالي، انا هنا ممكن ابقى 250، انما هنا ممكن يتجاوز الكام؟ ال 700. تايب 2 يعني عنده انسولين ولا ما عندوش؟ عنده انسولين. فيا دكتورنا الفاضل كميه الانسولين اللي عنده كافيه انها تمنع الكيتو اسيدوز، بس مش كافيه انها تمنع الهايبر جلايسيميا. حد فاهم ايه؟ تايب 1 ما عندوش انسولين اصلا، فيا دكتورنا الفاضل بيحرق دهون بس، فبالتبعيه دخل في كيتو اسيدوز. تايب 2 عنده انسولين مش شغال على السكر، فالسكر عالي بس شغال بيمنع عمليه الكيتو ايه؟ اسيدوزس. ده اللي فرق تايب 1 عن تايب، عشان كده اسمها ايه؟ هايبر اوزمولر، عشان السكر عالي، الاوزمولاريتي عاليه جدا. هايبر جلايسيميك نون كيتوجينيك، الكلمه المميزه ايه؟ انها نون كيتوجينيك. انت فاهم؟ الكيتو مش عالي عنده يا ابو بكر. المريض اللي الكيتون عالي عنده عند سكر 250 الاعراض هتبان، هيغمى عليه. ان المريض دوت مشكلته ان السكر عالي مش ان الكيتون ايه؟ عالي. واضح كده؟ طيب قال لي يا دكتورنا هو بور تريتمنت برسيبيتيتد بنفس الحاجه، يعني لو الشخص دخل مني في انفكشن، او يا دكتورنا الفاضل ستريس، او فومتنج ترجيع فقط سوائل، او دايوريتكس مدرات بول فقط سوائل، كل الحاجات دي هتركز عنده الدم في الايه؟ سكر في الايه؟ في الدم. ايه الاعراض اللي هتحصل؟ اول حاجه يا دكتور هايبر جلايسيميا، هايبر اوزمولاريتي، تركيز الاملاح زياده، وذ نون كيتوجينيك، ودي الكلمه المميزه.
واضح كده؟ الولد ده مش هتلاقي عنده ريحه الاسيتون، ولا هتلاقي الاسيتون عالي في اليورين بتاعه، يبقى السكر عالي جدا لدرجه ممكن يتجاوز ال 700. طيب قال لي يا دكتورنا النفس بتاعه مش هيكون رابيد ديب، ده النفس بتاعه كان ايه؟ رابيد ديب، انما هيتفق معاه انه برضه لو بلاد بريشر، ويا دكتور رابيد ويك بلس ودي هايدريشن. ما دي اعراض السكر، اعراض السكر عنده جفاف فالضغط قل والنبض بقى سريع. انما بفرق ده عن ده ازاي؟ السكر هنا عالي جدا تجاوز ال 700، السكر هنا عالي بس. بص ده عالي جدا، انما ده عالي بس. هنا في كيتون، هنا ما فيش يا دكتورنا ايه؟ كيتون. غالبا ده تايب 1 بنسبه 90-99%، ده تايب 2. واضح كده؟ نعم؟ اكتبها هون. بس قلتها تو مرارا وتكرارا، صح؟ من النوع الثاني. يبقى يا دكتورنا الفاضل الدي كي بتحصل لتايب 1 بينما الهايبر اوزمولار هايبر جلايسيميا بتحصل لتايب 2. قال لي يا دكتورنا الفاضل القصه هنا كيتو اسيدوز، انما القصه هنا الهايبر جلايسيميا. علاج العيانين دول ايه؟ اخطر حاجه في الكلام كله الا وهي الدي هايدريشن. اخطر حاجه في الكلام كله اللي دخلته في كومو اصلا هي ايه؟ الدي هايدريشن. فاول حاجه يا دكتور في التريتمنت IVI fluid intravenous infusion fluid. اول ما بيدخل بتركب له كانيولا، والكانيولا بتحط له فيها سوائل عشان تعوض له السوائل اللي فقدها. رقم واحد. رقم اثنين، لو فقد الكترولايت بديله الالكترولايت اللي فقدها، سواء فقد بوتاسيوم او صوديوم. لو في الدي كي اي هو عنده اسيدوزيس، هعلق له حاجه اسمها بايكربونات. يبقى هنا يا دكتور هعلق بايكربونات مع فلويد مع الكترولايت، هنا يا دكتور هعلق فلويد مع الكترولايت بس. طيب اخيرا هعلق له انسولين عشان السكر عالي، هعلق له انسولين عشان السكر ايه؟ عالي. قال لي يا دكتور وهعلق له جلوكوز. يبقى المريض ده دخل هو فاكرينه مات، حضرتك بتحط له كانيولا، تحط له سوائل، وفيها يا دكتور لو هنا تحط له بايكربونات ومعادن، هنا تحط له معادن بس وانسولين وجلوكوز. طبعا وانت بتذاكر في البيت وقاعد بعد الساعه 12 بالليل والاوفر سينكينج بتاعك هيجي، وهتكتشف غلطه في المذكره، انت ازاي يا دكتور تعلق لهذا المريض جلوكوز؟ ده مريض ايه؟ هايبر جلايسيميا. فتروح جاي مشطب عليها وتقرر ما تقوليش عشان ما اخدش بالي، وكل اصحابك في الامتحان يكتبوها ايه؟ غلط. ولما تيجي في الامتحان تخبي ايدك كده عشان ما حدش ياخد بالك ان انت كتبتهاش. بس يا دكتور فكر معايا، انا قلتها لكم قبل كده على فكره. ايوه دكتور كان بيقول لك ايه على راي المثل، الانسولين بيدخل حاجتين الخلايا، بيدخل البوتاسيوم وبيدخل الجلوكوز، والاسيدوزس بتخرج البوتاسيوم بره الخلايا. فالعين ده خلايا فقدت البوتاسيوم بتاعها، فانا محتاج ارجع البوتاسيوم جوه الايه؟ الخلايا. فالمريض ده عنده هايبر كاليميا، البوتاسيوم عالي، وعنده هايبر جلايسيميا، الجلوكوز عالي. اول ما اديله انسولين ايه اللي هيحصل؟ الجلوكوز بيقل مره واحده يرجع للنورمال، بينما البوتاسيوم هي الا حاجه صغيره. وهتقف هنا عند مشكله كبيره، اديله انسولين عشان اعادل البوتاسيوم بس السكر هينزل، ولا اسيبه كده البوتاسيوم عالي؟ قال لي يا دكتورنا الفاضل المشكله هنا ان انا لو اديته انسولين هظبط البوتاسيوم بس السكر هيقع. طب ولو سبته كده البوتاسيوم عالي هيوقف القلب، فبديله انسولين وجلوكوز عشان الانسولين الغي تاثيره على الجلوكوز، ويبقى تاثيره بس على مين؟ على البوتاسيوم. حد فاهم انا بقول ايه؟ العيان ده على فكره المفروض رقم واحد في العلاج حاجه اسمها هوسبيتاليزيشن. وعلى فكره كان في البطن بقى بيقول لك ايه من مشاكل العيان ده العكس، يعني يدخل لك العيان هايبر جلايسيميك، تعلق له انسولين كتير، تدخله في هايبو جلايسيميا فيموت. بس قبل ما يموت يا احمد هيبص لك بصه لمه عتاب مش هتنساها ابدا، دكتور انا جاي لك هايبر طب كنت سيبني اموت بمرضي، انا جاي لك هايبر جلايسيميا تموتني هايبو جلايسيميا؟ العيان ده جاي لك في دي هايدريشن، تعلق له فلويد بس بحساب عشان ما يدخلش منك في اوفر هايدريشن، دكتور انا جاي لك دي هايدريشن تموت لي اوفر هايدريشن؟ العيان ده جاي لك هايبر كاليميا، بوتاسيوم زياده، تعلق لي انسولين وتتابع، ما ندخلوش في هايبو كاليميا. حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني المريض ده ما بيتعالجش في البيت، المريض ده ما بيتعالجش في البيت، المريض ده بيتعالج في المستشفى.
واضح كده؟ يبقى انا بعلق له ناقصه سوائل بوتاسيوم جلوكوز لو كان الجلوكوز عنده ظبط. حد فاهم انا بقول ايه؟ انسولين لو الجلوكوز لسه عالي. يبقى دي كده اسمها هايبر جلايسيميك كوما. طب ايه بقى الهايبوجلايسيميك كوما؟ الهايبوجلايسيميك كوما مبدئيا كده بتيجي في تايب 1 وتايب 2، ملهاش كبير، قصتها اوفر تريتمنت. حتى اولاد كان في البطن يقول لنا عيان الهايبوجلايسيميك كوما بيدخل لك ببدله، حد راجل ملتزم قوي فبياخد العلاج بس خد جرعه زياده وما كلش. بينما بتاع الهايبوجلايسيميا بيدخل لك تحسه جاي هو شخص مهمل ما خدش العلاج بتاعه. فعيان الهايبوجلايسيميا ده مشكلته اوفر تريتمنت، خد جرعه علاج زياده سواء هايبوجلايسيميك او انسولين. او الاشهر يا ولاد خد العلاج وما كلش، المفروض علاج السكر قبل الاكل، خد العلاج وايه وما كلش، فالسكر قل عنده. لو قل عن 40 فيتال، لو قل عن 40 فهو ايه يا دكتور؟ فيتال. ايه اللي هيحصل لمريض ما عندوش سكر؟ اللي بيحصل لحضرتك لما تكون في يوم طويل مشمس مش واكل واخر اليوم بيبدا يحصل عندك ايه؟ تبدا تلوس الكونشوس، تفقد الوعي، يبدا يحصل عندك يا دكتورنا الفاضل تريمورز في الهاند، بيبدا الشخص ده يدخل مني في ايه؟ في كوما، لانه بيلوس الكونشوس بتاعه، بيفقد الوعي تماما. ليه؟ عشان ما عندوش سكر، عشان البرين غذاه ليه؟ السكر. علاجه ايه يا ابو بكر؟ بس اعطيه جلوكوز بس، دخلك المستشفى علق له جلوكوز. لو لحقته عين السكر بيبدا يحس يا اولاد ان هو مدروخ ديزني كده، وبعدين بيبدا يحس بان هو بيفقد عين السكر، بيعرف انه هيدخل في كوما. على فكره مريض السكر مع الوقت بيبقى عارف، بدا يحس بدروخه، بدا يعمل، بنلحقه بمعلقه عسل بيحطها في البقه الميوكوزا كده، ونحاول لو لسه في البيت وهو لسه فايق مش يكون دخل في كوما وتحط له عسل ينزل في يعمل له اسبيريشن يدخل في مجرى التنفس، لسه فايق قادر يعمله. طب مش كده علق له ايه؟ انسولين. طبعا يا اولاد العيان ده دراي، انما العيان ده بيكون عنده سويتنج، بيكون عنده عرق كتير عشان السمباثيتك اشتغل. تمام كده؟ جالك عيان المستشفى، انا خلصت الكلام بتاعي، وانت مش عارف هو هايبر ولا هايبو، تتعامل مع ان هو تمام، ان هو مين اخطر؟ الهايبر. مين؟ الهايبو. الهايبو تموت. تمام؟ جالك عيان المستشفى وانت مش عارف هو هايبر ولا هايبو، علق له انسولين. والله لو هايبو هيخف، لو هايبر ما هو كده كده السكر عالي، وانا كده كده بعلق بعد كده ايه؟ انسولين، لغايه ما تعمل اختباراتك. مش مكتوب الكلام ده بس فعلا بيقول لك لو جالك عيان انت مش عارف هو هايبر ولا هايبو، انت في الشارع اديله سكر على طول. تمام؟ عشان هايبو بتموت يا ابراهيم، الهايبو هتموت، الهايبر هيعيش بيها شويه حلوين. طيب دكتور ما هي ارقام السكر؟ خلاص انا مش فاضل لي كتير. عيان السكر ما هي التحاليل اللي بعملها له؟ بعمل اختبار اسمه فاستنج بلاد جلوكوز، واختبار اسمه 2 اور بوست برانديال جلوكوز، واختبار اسمه هيموجلوبين اي 1 سي. واحده واحده. نعم، جلايكيتد هيموجلوبين. دكتور عيان السكر دايما يقول لك انا عملت اختبار سكر صايم وسكر ايه؟ فاطر. ايه سكر صايم ده؟ بطلب منه ان هو يصوم من 6 ل 8 ساعات ويجي لي باخد منه عينه دم واقيس له فيها السكر. الانسان الطبيعي السكر عنده كام لكام؟ 70 ل 100، ده فاستنج. بعدين اطلب منه ياكل بس اكل خفيف يعني، وبعد ساعتين اقيس له السكر. مريض السكر عشان اقول ان هو ديابيتك بلاقيه كام يا دكتورنا الفاضل؟ زيادة عن 126، ده فاستنج. طيب يبقى يا دكتور الفاستنج صيام نورمال من 70 ل 100. طب عشان اقول ان هو مريض ديابيتك فاستنج اكتر من او يساوي 126. طب بعد الاكل مريض الشخص النورمال، مريض النورمال ايه؟ لازم يكون اقل من كام؟ اقل من 140. طب عشان اقول ان هو ديابيتك لازم يكون اكتر من كام؟ من 200. يبقى يا دكتورنا الفاضل وانت صايم نورمالي من 70 ل 100، وانت بعد الاكل نورمالي اكتر من 100 اقل من 140. طب يا دكتورنا مريض السكر وهو صايم اكتر من كام؟ وبعد الاكل اكتر من كام؟ 200. طب يا دكتور من 100 ل 125 ومن 140 ل 200 اسمها بري دايابيتك. هو مش نورمال ومش دايابيتك، الشخص اللي بيتلحق. فاكر انا قلت لك بيتلحق ده؟ او يا دكتور عشان بس ما تروحش تقول لعيان انت بري دايابيتك يقول لك يا دكتور بتفول عليا، اسمه امبيرد جلوكوز توليرانس، عنده حساسيه من الجلوكوز.
امبيرد يعني قل التوليرانس بتاع الايه بتاع الجلوكوز. يبقى النورمال 70 ل 100، النورمال اقل من 140، الدايابيتك اكتر من 126، الدايابيتك اكتر من 200. ما بينهما يا ابراهيم ده بري دايابيتك او التوليرانس عنده قليل، فاسمه اي جي تي امبيرد جلوكوز توليرانس. يعني ايه امبيرد جلوكوز توليرانس؟ مش مرض السكر، هو ديكريز الجلوكوز توليرانس، فالتوليرانس عنده ايه متاثر. طب يا دكتور يعني ايه هيموجلوبين اي 1 سي؟ ده اسمه سكر تراكمي على مدى 3 شهور. قال لي يا دكتور احنا مش قلنا ان الجلوكوز صايع في الدم فبيروح يمسك في البروتينات ويعمل اي جي اي؟ من ضمن البروتينات اللي بيمسك فيها الهيموجلوبين، من ضمن البروتينات اللي بيمسك فيها مين؟ والهيموجلوبين شاهد عليك في الدم كام يوم؟ 120 يوم لغايه ما الار بي سي تتكسر. طيب كلنا يا اولاد الهيموجلوبين بتاعنا عليه جلوكوز، بس قد ايه؟ قال لي نسبه الجلوكوز او الهيموجلوبين اللي جلايكيتد عند حضرتك لا تتخطى 5.7% من التوتال هيموجلوبين. يبقى 5.7% من كل الهيموجلوبين بتاعك او اقل طبعا هم اللي عليهم ايه؟ جلوكوز. طب يا دكتور مريض السكر بلاقيه يا دكتورنا اكتر من كام؟ اكتر من 6.5% من التوتال هيموجلوبين. يبقى لو اكتر من 6.5% من التوتال هيموجلوبين عليه جلوكوز بقول ان ده مريض سكر. طب يا دكتورنا الفاضل اقل من 5.7% بقول ان ده نورمال. طب وما بينهما من 5.7 ل 6.4 اسمه ايه؟ بري دايابيتك. شباب قصه ايه؟ قصه ان انا بيجي لي العيان، هذا العيان انا بقيس له السكر في الدم فلقيته طبيعي، بس العيان ده عليه الاعراض، فانا بشك ان المريض ده قبل ما يجيلي قعد يومين مظبط، فالفاستنج بتاعه نورمال، انما يا دكتور عنده اعراض، فاعرف ازاي الفتره اللي فاتت هو بوظ ولا لا بحاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي. احنا بنقول عليه بالعربي عندنا سكر تراكمي. بشوف خلال الثلاث شهور اللي فاتوا الشخص ده كان مهمل ولا لا. انت فاهم قصدي ايه؟ لاني بكشف اللي حصل في الثلاث شهور اللي فاتوا، الهيموجلوبين كان شاهد عليه لمده ثلاث شهور. طبعا مريض السكر هيكون اعلى من كام؟ من 6.5. لو اعلى من 8 بسميه uncontrolled، ده مريض مهمل. بتسمع بقى ارقام 10 و11 و12، اعلى من 8 ده ايه؟ انت كدكتور سكر وظيفتك تظبطه من كام؟ من 6 ل 7. ما تقوليش رجعه 5 و7 خلاص، لو راح ما بيرجعش. واضح كده؟ يبقى النهارده يا دكتورنا الفاضل نسبه الهيموجلوبين النورمال كام؟ 5 و7. قال لي يا دكتور اكتر من 6.5 ده ايه؟ دايابيتك. وما بينهما بري دايابيتك. اكتر من 8% ده ايه يا دكتورنا الفاضل؟ طب وظيفتي اعمله من كام لكام؟ 6.5 ل 8، 6.5 ل 7. اخر حاجه عشان تقوم تروح، ايه هو التريتمنت اوف دايابيتك بيشنت؟ 5 لصحتك، بس كلام فيه حته هتحفظها والباقي كله كلام عام. مريض السكر هتعالجه ازاي؟ اول ما انت قاعد في العياده كده يا دكتور ابراهيم بالبدله بتاعتك وعلى المكتب ودخل عليك العيان، والعيان دوت يا دكتور شكله لسه داخل في سكر وانت عملت له تحاليل وبتاع، فاول حاجه بتطلب منه ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن، صح؟ اول حاجه هتبداها معاه تقول له بعد اذنك لايف ستايل موديفيكيشن، بعد اذنك ويت لوس، بعد اذنك العب اكسرسايز. لو الحاجات دي كلها نوت امبروف الجلوكوز هتبدا على طول ايه؟ ميديكيشن، تبدا علاج. يبقى اول ما يدخل لك هتطلب منه لايف ستايل موديفيكيشن، تطلب منه اكسرسايز، تطلب منه يقلل الوزن. سكر ما ظبطش على طول تبدا علاج، ده في حاله ان انت تايب، انما لو تايب 1 انسولين من الاول. واضح؟ يبقى لو تايب 1 ستارت فروم انسولين. طب لو تايب 2 بتبدا تديله حاجه اسمها اورال هايبو جلايسيميك دراجز، ادويه عن طريق الفم. يبقى يا دكتورنا الفاضل لو دخل لي مريض اول حاجه بعملها ايه؟ بطلب منه لايف ستايل موديفيكيشن، بطلب منه ويت لوس، بطلب منه يظبط الدايت بتاعه. ما ينفعش ده كله، ببدا ايه؟ علاج. طب لو تايب 1 ببدا له بايه؟ بانسولين. شباب في 3 دقائق ايه هي الادويه اللي انا بديها؟ قال لي يا دكتور في ادويه اسمها سلفونامايد. اسمها ايه؟ شباب هو قصه المريض ده ايه؟ ان الانسولين عنده فيه ريزيستنس، يبقى بدي له حاجات تزود الانسولين سنسيتيفيتي وتزود الانسولين سكريشن، تزود الانسولين سنسيتيفيتي وتزود الانسولين ايه؟ سكريشن. السلفونامايد بيزود السكريشن، خليه يطلع انسولين كتير يمكن يخف.
والاشهر اللي كل الناس بياخدوه الميتفورمين بيزود السنسيتيفيتي، يحاول يشغل مين؟ الانسولين. يبقى انا يا دكتور بحاول ازود الانسولين بالسلفونامايد، بحاول ازود السنسيتيفيتي بالميتفورمين. ما ينفعش ده كله. بمنع يا دكتور امتصاص الجلوكوز من الامعاء. في حاجه اسمها اكربوز. الاكربوز ده يا دكتور بيخلي الامعاء ما تمتصش الجلوكوز، والاورليستات بيخلي الامعاء ما تمتصش الدهون. يبقى انا من الاول بروح للامعاء خليها ما تمتصش الجلوكوز، احاول ازود انتاج الانسولين، احاول ازود السنسيتيفيتي بتاعه الانسولين. قال لي يا سيدي الفاضل بدي له حاجات تقلل الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. ايه الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 دي؟ ايه الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2؟ كانت بتعمل ايه؟ تاخد صوديوم مع جلوكوز. كانت بتعمل ري ابزوربشن للجلوكوز. انا اخلي الكليه ما تمتصش الجلوكوز. بص يا شباب، بص في الكليه يا ابني، بقول لك كدني، اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. انا القصه ايه؟ بروح للامعاء اقول لها ما تمتصش الجلوكوز، واروح للكليه اقول لها سيب الجلوكوز ينزل في البول. يبقى الهدف ان انا اقلل السكر في الدم. يبقى اروح للامعاء ما تجيبش جلوكوز اصلا، واروح للكليه اقول لها نزلي الجلوكوز في البول، واروح يا دكتورنا للبنكرياس اقول له طلع انسولين، واروح للخلايا اقول لها استجيبي للانسولين. انت فاهم اللي حصل؟ يبقى زودت الانسولين سكريشن وانسولين سنسيتيفيتي، طلعت انسولين وبقول للخلايا استجيبي ليه، وبقول للامعاء ارمي الجلوكوز في البول ما تمتصيش جلوكوز، وبقول للكليه ارمي الجلوكوز فين يا دكتور؟ في البول. اخيرا 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 في حاجه يا اولاد اسمها جلوكاجون لايك بيبتايد. كان عندنا في العلوم بيقول لك علل وجد ان هو الارنب بمجرد ما يديله سكر بيطلع عنده انسولين في الدم حتى لو قطعوا كل الوصلات العصبيه لهذا الايه؟ البنكرياس. عشان الامعاء بتطلع ماده اسمها جي ال بي، جلوكاجون لايك بيبتايد. اسمها ايه؟ جلوكاجون، يعني بتشتغل زي مين؟ زي الجلوكاجون. قال الجي ال بي ده بيروح للبنكرياس يقول للبنكرياس بعد اذنك زود الانسولين، يقول له ده في جلوكوز، ده انا جلوكاجون، ده انا عملت هايبوغلايسيميا، فيروح للبنكرياس يخليه يزود الايه؟ انسولين. ويروح للمعده يقول لها بعد اذنك ده قللي الايفاكيويشن، قللي السكر اللي طالع فين؟ في الدم. يبقى يا شباب انا بزود كميه الانسولين اللي مفرزها وتاثيره، واخلي الامعاء ما تمتصش جلوكوز، واخلي الكليه ترمي الجلوكوز في البول، واطلع ماده تقول للمعدة قللي اللي نازل، ويا بنكرياس طلع انسولين. حد فاهم انا بقول ايه؟ تاني، مريض السكر ما عندوش انسولين او ما عندوش سنسيتيفيتي للانسولين، فبطلع حاجه تزود السنسيتيفيتي وتزود السكريشن وتخليه يرمي الجلوكوز في البول وتخليه ما يمتصش جلوكوز من الامعاء اصلا، وتخلي البنكرياس يطلع جلوكوز عالي. ما ينفعش ده كله، هشفت على الانسولين. التيرمينال لاين بتاعي هو مين؟ هو الانسولين اللي انا بداته اصلا مين لي مع تايب كام؟ 1. وتايب 2 في الاند ستيج بديله ايه؟ انسولين. ما هو انا بحاول اعوضه بس هو مش نافع، خلاص بقى هديله ايه؟ هديله انسولين. واضح كده الكلام؟ في مشكله؟ زي ما اتفقنا عندنا امتحان على الدايابيتس بكره الجمعه، يوم الجمعه ان شاء الله نسبه 99. مفيش حصه بكره خلاص، ماشي، بس هاكد لكم النهارده برده. وهنخلي حصه المراجعه يوم السبت من الصبح لاخر اليوم، مش هيبقى في مواد ثانيه، بس كل ده هيعتمد على حاجه، ان انا اتاكد ان مفيش فيسيولوجي ولا اناتومي يوم السبت. يوم السبت انا فاهم تقول ايه؟ ما هو مش فارقه الكهرباء، الكهرباء كده بتطلع الساعه 3 في كل يوم. والله ما هو ده هتاكد عليها ازاي دي بقى؟ لو تعرف حد في الكهرباء دي رقم. فان شاء الله ده اللي هنعمله، وهاكد عليكم على الجروب. ماشي، فاضل لك قرايه المذكره، اطلعوا الفيسيولوجي بقراها لكم.